بسم الله يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في ثلاثه سيركيليشن كده، هما السيريبرال والكورونال والبلمار. تعال نبدا بالريجيليشن بتاع كل واحده فيهم. الريجيليشن بتاع كل واحده فيهم يا جماعه، احنا خدنا ريجيليشن اوف بلاد فلو، صح؟ فهو المفروض ده يعني ريجيليشن اوف سيريبرال سيركيليشن، دي واحده من بلاد فلو. الكورونال دي واحده من بلاد فلو، او الضمان دي واحده من ايه؟ بلاد فلو. يعني فاكرين الريجيليشن بتاع البلاد فلو اللي احنا كنا مقسمينه لفوتو ريجيليشن انترنسك، والانترنسك ده شورت ولونج، وبعد كده اكسترنسك. الاكسترنسك ده كان ثلاث حاجات، يا نيرفس يا هرمونال يا سبستانس سكريت فروم انفيزيبل. حلو، فالمفروض ان ده هو كل الفرقه فكره ان في شويه اختلافات عن الريجيليشن بلاد فلو ايه؟ الطبيعي. عايزين بقى نعرف ايه الاختلافات. طيب وايه كل سيركيوليشن مميزه بيه عن التاني؟ قال لك اول حاجه النيرفس. المفروض احنا خدنا النيرفس بتاع الريجيليشن بلاد فلو ايه؟ ها؟ السمباثيتيك كان بيعمل ايه؟ بيروح يعمل بازو كونستريكشن في كل الجسم ما عدا حاجتين بحرف الاس، سوي سكيلتال فازو دايلاتيشن عشان يطلع فيهم بس استالكين، اما باقي الجسم نور ادرينالين، صح كده؟ حلو. طيب نبص بقى على السريبرال، هيقول لك ان السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن، وهتبص على الكورونال هيقول لك ان السمباثيتك بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. وهتبص على البلمونري السمباثيتك بيعمل ايه؟ لان هما ما اختلفوش على القاعده بتاعتنا اللي بتقول ان كل البلوت بيس فازو كونستريكشن ما عدا الاثنين بحرف الاس سويت والايه؟ وسكيت. يبقى المفروض دايركت السمباثيتك لو راح على اي واحد من الثلاثه يعمل فيه فازو كونستريكشن، عشان دايركت السمباثيتك في اي واحد من الثلاثه بيطلع نور ادرينالين، ونور ادرينالين بيعمل في الثلاثه ايه؟ فازو كونستريكشن. ايه بقى الجديد اللي هنا؟ قال لك السمباثيتك بالذات على الكورونري والسريبرال، وبالذات الكورونري قوي واضح قوي. السمباثيتك غير انه بيروح يعمل في البلاد فيسل فازو كونستريكشن عشان بيطلع نور ادرينالين، كان بيروح يعمل حاجه في الكارديك بروبرتس كمان. ها؟ كان بيروح يعمل ايه في الكارديك بروبرتس؟ كان بيستيموليت الكارديك بروبرتس كلها بسميستي كونتراكتيفيتي كونتراكتيفيتي، صح؟ فالسمباثيتك غير انه بيروح على الاوعيه الدمويه اللي هي الكورونري، كان بيروح على الكورونري. الكورونري اللي بتغذي القلب اهيت، بيروح يعمل فيها فازو كونستريكشن اللي بتغذي القلب، كان بيروح على بقيه القلب ويزود شغله. ولما بيزود شغل بقيه القلب يا جماعه بيطلع من القلب ده ايه؟ ميتابولايتس. والميتابولايتس دي متعارف عليها خدناها، ها؟ انها فازو دايليتور. حلو؟ ففي الحاله دي يا جماعه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان السمباثيتك تاثير الميتابولايتس فازو دايليتور بيكسب تاثير الفازو كونستريكتور بتاع مين؟ وتبقى المحصله ان الفازو دايركتور الاندايركت بالميتابولايتس اقوى من الفازو كونستريكتور بتاع مين؟ النور ادرين. فيبان لك في الاخر ان السمباثيتك عمل ايه؟ فازو دايركتور. طيب هل الكلام ده بيحصل في الجلد مثلا؟ هل الكلام ده بيحصل في تيشو تاني؟ لا. هو على القلب ليه؟ لان تاثير السمباثيتك على البلاد فيسل بتاع القلب زي باقي الجسم، دي ما فيهاش اختلاف. لكن تاثير السمباثيتك عن القلب كنا خدنا انه بيزود كل الكارديو بروبرتيز، فقوه القلب نفسها بالاكشن بتاعه بالشغل بتاعه هي اللي بتطلع ميتابولايتس، هي اللي بتعمل فازو دايليشن تكسب الايه؟ الفازو. فمش هتلاقي الكلام ده في كل ايه؟ في كل اماكن في الجسم. ده موجود عندنا فين؟ يبقى دلوقتي ده بالنسبه للكورونال. طب تعالى بالنسبه للسيريبرال نفس الكلام. قال لك برضه السمباثيتك ساعات برضه بيروح يشغل الايه؟ المخ ويزود التركيز بتاعك. التركيز ده بيخلي المخ يطلع ميتابولايتس، الميتابولايتس دي برضه ممكن تعمل فازو دايلاتيشن، والفازو دايلاتيشن هتعادل او هتكسب الايه؟ ان ما عرفتش تكسبها على الاقل هتعادلها، فما تاثرلكش قوي على السيريبرال بلاك فلو اللي داخل مين؟ للمخ. وده برضه بيحسن لنا مين؟ ها؟ بيحسن لنا الدم اللي رايح للمخ. الكلام ده هل بيحصل في البلمونري؟ لا. هل بيحصل في الجلد؟ لا. هل بيحصل في الكدني؟ لا. هل بيحصل في الليفر؟ لا.
يبقى يا جماعه هنضم دلوقتي حاجه للقاعده الجديده، السمباثيتك في كل الجسم بيعمل دايركت بالنور ادرينالين فازو كونستريكشن. معانا مكانين بيطلع فيهم اسيتيل كولين حلو، بيعمل فيهم فازو دايلاتيشن اللي هم سويت وايه سكيلت، وفي مكانين تانيين بياخدوا غصب عنه دم بالميتابولايتس بتاعتهم، لان الميتابولايتس الايفكت بتاع الميتابولايتس بتاعتهم قوي، خاصه مين الكورونري، هو الكورونري اللي بنركز عليه، والسيربرال برضو ها بيكسب برضو، لكن البلمونري ده تبع بقيه الجسم اللي هو فيه ايه؟ وزن صفر، النادر انتوا حلو. يبقى في فرق بين تاثير السمباثيتك دايركتلي، في فرق اندايركتلي، وفي فرق بالايه؟ في الريزلت النهائي. دايركتلي كوليسترول، اندايركتلي دايركت، والريزلت في الاخر دايركت. اظن كده ايه؟ واضح. طيب الكلام ده مش موجود غير في الكورونا والسيرب. طبعا السبستانس السكريتد حلو هنا هتاثر على السيربرال عادي، هتاثر على الكورونري عادي، هتاثر على مين؟ البلمونر عادي. يعني مثلا نيتريك اوكسايد والبروستاسايكلين ومش عارف ايه والادينوسين والحاجات بقى والثرومبوكسان والحاجات دي هتاثر على كله، لان دي كلها ايه؟ سيركوليشن. الا هتلاقي بيعمل باص دايركت، بيعمل باص دايركت، بيعمل باص دايركت، فمش مركز عليها قوي في الايه؟ في الكريتيك. طيب نفس الكلام بالنسبه للهرمونز، زي ما احنا قلنا في نيرفوس وفي سبستانسز وفي ايه؟ هرمونز. هنا برضه في هرمونز وهنا في ايه؟ هرمونز. برضه الهرمونز ما فيهاش اختلاف، زي ما بتاثر هنا غالبا هتلاقيها بتاثر هنا، هتلاقيها بتاثر هنا، يعني اختلافات بسيطه لكن هو مش مركز عليها. فهو اللي عندنا مختلف عن البلاد فلويد ريليشن العادي هو الايه؟ النرفس، هو اللي فيه تكتل جديد. طيب تعالى للاوتو ريجيليشن، مش احنا كنا قايلين ان في حاجه بقى اسمها اكسترنسك وحاجه اسمها ايه؟ انترنسك. احنا اتكلمنا دلوقتي على مين؟ على الاكسترنسك. طب تعالى على الانترنسك، الانترنسك ده كان فيه حاجه اسمها اوتو ريجيليشن. طيب قلت لك ساعتها ان الاوتو ريجيليشن ده هل بيحصل في كل الجسم ولا في انسجه معينه؟ في انسجه معينه. لقينا ان الاوتو ريجيليشن برضه بيحصل في السيريبرال وبيحصل في مين؟ في الكورونري، لكن ما بيحصلش في مين؟ في البلمونري. ودي سببها ايه؟ اصلا الاوتو ريجيليشن بيعتمد على ايه؟ مش احنا خدنا بيعتمد الشورت تيرم على 2 ام ميتابوليك وايه؟ مايجين، واحنا لسه قايلين دلوقتي ان الميتابلايتس بتاع السيريبرال وبتاع الكورونري دي قويه جدا وبتكسب الايه؟ السمباثيتك. فالطبيعي ان الميتابلايتس القويه دي هي برضو اللي هتعمل لي ايه؟ اوتو ريجيليشن هنا وهتعمل لي اوتو ريجيليشن هنا. فدلوقتي في اي موقف، في اي موقف المخ طالما بيشتغل او او القلب شغال، ده بيطلع ميتابولايتس كتيره، فالميتابولايتس الكتيره دي بتعمل فازو دايلاتيشن في الفيسل اللي داخل المخ، فبيغذي المخ. اي وقت المخ شغال او القلب شغال، الميتابولايتس كتيره، الميتابولايتس لما تكتر ده بيدخل دم كتير، ده اللي بنسميه ايه؟ اوتو ريجيليشن. وده ظاهر قوي في ايه؟ في السيريبرال والكورونري، لكن مش موجود في ايه برضه؟ في البلمونري. حلو؟ ده بالنسبه للحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، يعني احنا اتكلمنا زمان على البيشر والبلاد فلو اوتو ريجيليشن والاكسترنسك، فاحنا قلنا اختلاف دول عن القاعده اللي احنا كنا ماشيين عليها ايه قبل كده، عشان نقلل الحفظ شويه، انا عارف كم كبير. تعالى بقى على حته، واحنا كنا بنتكلم على الميتابولايتس كنا بنقول ايه؟ ها في البلاد فلو العادي كنا بنقول لو زاد السي او 2 وزاد الهيدروجين وزاد الادينوسين وزاد البوتاسيوم وزاد اللاكتيك اسيد وزاد اي حاجه كانت بتعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن، ما عدا نقص مين؟ يعني لو انا قلت لك زياده البي سي او 2 ونقص البي او 2 يعملوا ايه؟ في الكورونري بلاد بيزنس يعملوا ايه؟ ها؟ ما هو ده يعتبر ميتابلايتس صح؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فكان المفروض يعملوا فازو ايه؟ دايلاتيشن. طب لو جيت على السيريبرال قلت لك زياده السي او 2 ونقص البي او 2، طب ما هو ده معناها ميتابولايتس، معناها ان المخ او الكورونري بيشتغل كتير، وكل ما يشتغل اكتر يطلع سي او 2 اكتر، كل ما يشتغل اكتر يقلل الاو 2 اللي ايه؟ اللي معاه، فبالتالي كل ما يزيد السي او 2 وكل ما يقل الاو 2 ده معناه ان المخ شغال او الكورونري شغال، فكل ده يعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. مش دي القاعده اللي خدناها قبل كده؟ اسمع مني بقى، كل الكلام ده بيتحقق في كل جسم ما
عدا الرئه. الرئه الوحيده اللي هتشز على القعده دي. اشمعنى بقى؟ لان الرئه هي مكان الاوتوسيتو اصلا. حلو؟ كل الجسم لما كان يزيد السي او 2 ويقل الاو 2 معناه ان انا شغال، صح؟ يعني انا اني نسيج في الجسم. معنى ان انا طلعت السي او 2 كتير وقللت الاو 2، حلو؟ يبقى انا شغال كتير، قاعد باخد وبطلع، باخد وبطلع. فده معناه ها ان انا شغال ايه؟ كتير. فيحصل ايه؟ فاز دايلاتيشن. طيب الا الرئه، اشمعنى الرئه بقى؟ لان لو الرئه الالفلاي، الالفلاي بالذات زاد جواها السي او 2 وقلل الاو 2 يبقى مش شغال. صح؟ بالعقل كده. كل الجسم لو زاد السي او 2 قلل الاو 2 معناه انه شغال. الا الرئه، لان الرئه دي اصلا اللي بتجيب لك مين؟ الاو 2. فلما يقلل الاو 2 جواها يبقى الرئه دي بايظه، يبقى الالفلاي دي ايه؟ بايظه. حلو؟ فبيقول لك النقص البي او 2 والبي سي او 2 هنا هيختلف عن ايه؟ عن بقيه الجسم كله تبنى. ليه بقى؟ تعال نشوف. لو دي الفلاي يا جماعه، عندي اثنين الفلاي اهو، حلو، والدم داخل هنا اهو عايز ينزل الفلاي ديت وينزل الفلاي ديت، حلو كده؟ وانا قلت لك ان الفلاي دي يا دكتور البي او 2 فيها قليل والسي او 2 فيها ايه؟ عالي. حلو؟ ده معناها ان الالفلاي دي شغاله ولا مش شغاله؟ مش شغاله، صح؟ هو نقص البي او 2 يبقى هي ما بتشتغلش، ده وظيفتها تجيب البي او 2. فمعنى ان دي كده دي الحاله الوحيده اللي معناها ان الالفلاي دي ايه؟ مش شغاله. طب الالفلاي اللي مش شغاله تعمل لها انت بقى فاز دايلاتيشن زي بقيه الجسم؟ لا، ده بالعكس. يقول سبحان الله بقى، الالفلاي اللي مش شغاله يحصل لها هي فاز كونستريكشن. هتقول لي الفرق ايه يا دكتور؟ ده هيخلي الدم ما يخشش للالفلاي البايظه، يقوم رايح للالفلاي مين؟ السليمه، وتقوم واخده مين؟ دم كويس. هتقولي طب وده ده ايه يا دكتور؟ ما انت لو رجعت للريسبيراتور كان في حاجه اسمها فنتيليشن بالفيوجن ريشيو، فاكرين؟ كنت قلت لكم لا ده يزيد ولا ده يزيد، لازم يبقى في ايه؟ اتزان ما بين الاثنين، الهواء والايه؟ والدم. فهنا لما الالفلاي ما يبقاش فيها هواء ومش شغاله يبقى الدم ما يجيلهاش. اما الالفلاي اللي فيها هواء وشغاله الدم ايه؟ يجيلها. يبقى الفازو كونستريكشن بيحصل اهو، هو ده اللي هيظبط الدنيا. فهمت بقى؟ يبقى زياده السي او 2 ونقص الاو 2 في الالفلاي دي الوحيده اللي بتعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. يسموها ايه بقى؟ يسموها هايبوكسيك فازو كونستريكشن. هايبوكسيك ليه؟ هايبوكسيك يعني نقص الاوتو، هايبوكسيك فازوكونستريكشن او هايبر كابنيك فازوكونستريكشن. ما هايبر كابني يعني مين؟ زاد في الدول. يبقى كل الجسم يا جماعه ها كل الجسم في كفه والالفلاي ايه؟ في كفه. سهله دي؟ اظن وضحت. يبقى يا جماعه بص اهو، لو انت بقى رجعت للقاعده العامه، الاوتو ريجيوليشن يتميز به الكورونري والسنبرا ولا تتميز به الايه؟ البرمومن. والميتابولايتس هنا تتميز، النيرفس برضو هنا وهنا مختلف عن مين؟ عن البلمونري. ليه؟ لان النيرفس هنا اللي كسبه برضو الميتابولايتس، وهنا النيرفس هنا برضو اللي كسبه مين؟ فواضح كده ان الميتابولايتس تاثيرها على الكورونري والسيريبلس قوي جدا، لدرجه انه بيقلب الترابيزه على النيرفس وبيعمل لها ايه؟ اوتو ريجيوليشن، صح؟ لكن في البلمونري ما فيهاش القصه دي. طب البلمونري تميزت بايه عنهم؟ عن حته الاو 2 والايه؟ والسي او 2 مختلفه عن بقيه الجسم، فكل واحد تحس ان في ايه؟ في شويه اختلافات، سهل؟ طيب، عدي بقى على النقطه اللي بعدها. كل متضايق من حاجه؟ طيب، كل حاجه من السيركيوليشن دول متميزه بقى بحاجه خاصه بيها خالص. تعالى ناخد كل واحده متميزه بحاجه خاصه بيها. يعني احنا فهمنا اللي احنا مش احنا، هل احنا قلنا لغايه دلوقتي كلام جديد عن اللي احنا قلناه في الريجوليشن بلاد فلو؟ لا، احنا قلنا كل واحد فيه تكايه مختلفه عن التاني، لكن هو نفس الايه؟ الهيد لاينز اللي كنا بنتكلم فيها، صح؟ يبقى ريجوليشن اوف سيريبرال او ريجوليشن اوف كورونري او ريجوليشن اوف بلمونري لغايه دلوقتي هو ريجوليشن اوف بلاد فلو بس عدلت فيه. طب تعالى بقى ناخد ايه المميز في كل واحد؟ المميز في السيريبرال دي زانه خدناها قبل كده. قلنا لما يزيد الانتراكرينيال بريشر حلو كان بيحصل ايه؟ ها؟ كان بيعمل سيمباثيتك ستيميوليشن، يقوم السيمباثيتك ستيميوليشن مزود البريشر،
في السيركيوليشن. طب وده كان بيعمل ايه؟ كان بيدخل دم كتير للمخ عشان الانتراكرينيال بريشر لو زاد قوي هيضغط على الاوعيه الدمويه يقفلها، فلازم يزيد البريشر عشان يسمع ان يحصل حاجه اسمها سيريبرال بيرفيوجن، يعني يديله دم كتير. حلو. طيب ولما يزيد البريشر كان بالبارو ريسبتور يروح برضو يعمل انهيبيشن في الايه؟ في الهارت ريت. وكان القصه دي بنسميها ايه؟ كوشنج ريفلكس او كوشنج ريفلكس، لان كان مع غير زياده البريشر ونقص الهارت ريت كان ممكن كمان يحصل نقص الريسبيراتوري ريت، وكنا بنقول على دول ترايات او ايه؟ او ريفلكس. هل القاعده دي موجوده في اي حته ثانيه؟ لا. دي مميزه لمين؟ يبقى من ضمن العوامل اللي اثرت على البلاد فلو اللي داخل المخ ينفع تكتب تزود عامل كده في السريبر اسمه انتراكرينيال تنشن او انتراكرينيال بريشر. ولو جيت قريت الكلام هتلاقيه بالظبط شبه بتاع الكوشن الدكتوراه اللي احنا ايه؟ خدناه قبل كده. يبقى دي حاجه مش موجوده في اي حته. الضغط داخل يعني ايه انتراكرينيال بريشر؟ الضغط داخل الايه؟ الجمجمه. دي مميزه هنا. طب تعالى بقى نشوف على الكوروناري، ايه المميز قوي في الكوروناري؟ قال لك حاجه اسمها كوروناري بيرفيوجن بريشر. ايه الكوروناري بيرفيوجن بريشر يا دكتور؟ حتى البيرفيوجن بتاع اي وعاء دموي يا جماعه وتحرك الدم في اي وعاء دموي بيعتمد على الضغط في بدايه الوعاء والضغط في نهايه الوعاء، في البدايه والايه؟ والنهايه. حلو؟ اي وعاء دموي عشان الدم يتحرك فيه كويس بيعتمد على الضغط في البدايه والايه؟ والضغط في النهايه. حلو؟ الضغط في البدايه والضغط في النهايه. تعال بقى نشوف الكلام ده على الكوروناري. الوضع عامل ازاي؟ قال لك الكوروناري يا جماعه بيطلع منين؟ خدتوه في الاناتومي. من اي حته؟ كوروناري. من اسيندنج اورتا. حلو؟ اهو تعالى نرسم الكوروناري. ادي يعتبر الاورتا، تخيل ان دي الاورتا، وبيطلع من هنا الكوروناري يروح للليفت فنتركل، وبيطلع من هنا الكوروناري يروح لمين؟ ده رايك صح كده؟ هل مختلفين الرسمه دي كلها؟ ده الاورتا وبيطلع من هنا ليفت كوروناري يروح للليفت فنتركل، وبيطلع من هنا رايت كوروناري يروح لمين؟ ده الرايت فنتركل. حلو. بص على الكوروناري اللي هو النازله ده. حلو؟ الضغط في بدايه الوعاء الكوروناري اللي هو ضغط مين؟ ده بدايته وده بدايته صح؟ بدايته هنا مين؟ الاثنين بدايته مين؟ الضغط بتاع الاورت صح؟ يبقى الاورتك بريشر هو يمثل هنا الضغط في الايه؟ في بدايه الوعاء الدموي. طيب كمل مع الكوروناري ونشوف نهايته رايحه فين. المفروض الكوروناري ده لو وصلت لنهايته اهو 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 نهايته هنا صح؟ المفروض نعرف الضغط فين؟ في النهايه. قال لك الضغط في النهايه هنا، وهنا نفس الكلام، امشي كده 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 هتلاقي الضغط في نهايته هنا. لما اقعد بقى ينتهي ويدي كابيلر ويدي بينيول ويدي كابيلر صح؟ قال لك في حاله القلب الضغط في النهايه هنا ما بيعتمدش على ضغط الدم اللي جوه هنا. ما بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على قد ايه التضغط من بره. ازاي يعني؟ فهمني. ها؟ مش الضغط في النهايه هنا يا جماعه مواجه للدم اللي جوه هنا الفنتركل والدم اللي جوه هنا الفنتركل. الدم اللي جوه الفنتركل بيزق ويضغط على نهايه مين؟ الكوروناري. الدم اللي جوه الليفت فنتركل بيزق ويضغط على نهايه مين؟ الليفت فنتركل. فقال لك في اي حته في الدنيا لما نحسب البرفيوجن بريشر او يعني الدم بيتحرك ازاي؟ بنجيب نهايته ضغطه كام؟ وبدايته ضغطه كام؟ ونهايته ايه؟ ضغطه كام؟ لو طبقنا الكلام ده على القلب، القلب وضعه مختلف. بدايته الاورطة دي ما فيهاش خلاف. خلاص؟ طب نهايته مين يا دكتور؟ المفروض النهاية بقى عند الفيروس اند مثلا نشوف الضغط كام. قال لك الضغط هنا بيعتمد على قد ايه الدم زائد من بره. هو الدم بيزق من بره؟ ايوه. مش انت عندك يا جماعة الفنتركل بيبقى عامل كده، عضلة الفنتركل عاملة كده؟ والكورونا اللي بتبقى ماشية جوه العضلة دي. صح كده؟ تبقى ماشية جواها. حلو؟ وعندك دم جوه الفنتركل في النص هنا، الدم ده بيضغط على الوعاء الدموي ده فممكن يزق ويقفله. يبقى النهايه هنا بتعتمد على الدم اللي موجود فين؟ الفنتركل. مش بتعتمد على الدم اللي جوه الوعاء، لا ده بتعتمد على الضغط الخارجي اللي قوي جدا في القلب. هل الكلام ده في اي حته ثانيه؟ لا. الكلام ده في القلب بس.
عشان القلب جواه هنا دم وجواه هنا دم، والدم ده بيزق على العضله، والعضله جواها كورونري سيركيوليشن، فبيضغط عليها ويزقها لدرجه ان هو يقفل لك الكورونري فيسز. ممكن يقفل الكورونري فيسز. حلو؟ فهمتوها دي؟ طيب تعالى بقى نطبق الكلام ده على القلب. قال لك وقت السيستول ووقت الدايستول. وقت السيستول يا جماعه تعالى ناخد وقت الدايستول، سيبك من السيستول. وقت الدايستول احنا قلنا ضغط الاورطه كام؟ 120 80. 120 ده اللي هو السيستول، و80 ده اللي مين؟ الحصه اللي فاتت قلنا الضغط هنا يا جماعه في الليفت فينتريكل كام وفي الرايت؟ فاكرين؟ برضه 120 بس صفر، وهنا 25 بس صفر. حلو؟ تعالى نشوف. تعالى الوقت الدايستول ساكت. هنا بصفر وهنا بكام؟ صفر. بداية الكورونري اللي هو مين؟ الاورتك ايه؟ بريشر صح؟ طب الاورتك بريشر في الدايستول كام؟ 80. يبقى هنا البداية 80، البداية 80 صح؟ وهنا البداية كام برضو؟ 80. يبقى الاورتك بريشر هنا في الدايستول 80 صح؟ يبقى البداية بتاع الليفت كورونري 80 والبداية بتاع الرايت كورونري كام؟ 80. يبقى هنا 80 وهنا 80، البدايه متشابهه صح. طب تعالى على النهايه، وقت الدايستول البريشر في الليفت فينتريكل كام والبريشر في الرايت فينتريكل كام؟ في الدايستول برضه بصفر. يبقى النهايه هنا شبه مين؟ النهايه هنا. ومعنى ان الضغط هنا بصفر يعني ايه؟ يعني الدم ده اهو مش زائق على الكورونري، وبالتالي السيركيوليشن بتاع الكورونري بيشتغل كويس صح. يبقى النهايه هنا بصفر اهي، والنهايه هنا بكام؟ صفر. 80 ناقص صفر و80 ناقص كام؟ صفر. يبقى المحصله البرفيوجن هنا كام؟ 80 وهنا كام؟ 80. ده حاجه حلوه صح؟ لما يبقى البرفيوجن بتاعك ب 80 مللي جرام زي الباقي، سواء في الليفت فينتريكل او في الرايت فينتريكل في وقت الدايستول، فدي حاجه جميله. ده كده ان 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 وقت الدايستول في دم ماشي ورايح للقلب كويس صح؟ وده بيختلف عن بقيه الجسم ولا ما بيختلفش؟ صح؟ ليه؟ لان بقيه الجسم بياخد الدم في الايه؟ في السيستول، اما القلب بياخد الدم في الايه؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان القلب يا جماعه في وقت الدايستول الدم اللي جواه ضغطه بصفر، فمش زايق على الكورونري، فبيسمح ان الدم يمشي في الكورونري ايه؟ كويس. فهمتوها؟ تمام؟ ده اول اختلاف عن بقيه الجسم، ده اول اختلاف عن بقيه الجسم. طب تعالى ركز معايا كده بقى، يبقى ده اختلفنا عن بقيه الجسم اهو، ان الجسم كله ياخد دم وقت السيستول الا القلب، ياخد دم هو وقت مين؟ طب تعالى بقى ركز معايا بقى في الجمال اللي جاي ده بقى، بص بقى. طب تعالى بقى نقارن وقت السيستول. وقت السيستول ضغط الاورطه في البدايه هنا كام؟ بقاش 80 بقى كام؟ يبقى هنا البدايه كام؟ هل هتختلف الليفت من الرايت؟ يبقى 120 هنا و 120 هنا البدايه. صح؟ طب بص بقى على النهايه بتاع الليفت والنهايه بتاع الرايت، هنا الاحمر الوحيده اللي بتختلف. ليه؟ لان وقت السيستول الليفت فنتركل ضغطه كام؟ حوالي 120. اما وقت السيستول الرايت فنتركل حوالي كام؟ اطرح كده 25 واطرح كده 120. لا 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 لا. لو طرحت 120 من 120 يبقى ده بكام؟ بصفر. اما لو طرحت 120 من 25 ده بكام؟ 95. انت عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول معلومه جديده. ايه المعلومه الجديده؟ ان الليفت فينترهيل وقت السيستول ما بياخدش دم تقريبا تماما، كل اعتماده الرئيسي على الدايستول. اما الرايت فينترهيل فوقت السيستول بياخد دم بقوه 95، وبياخد في الدايستول بكام؟ ب 80. اذا لو انا جيت سالتك قلت لك اكتر وقت الليفت فينتركل بياخد فيه دم كام؟ الدايستول. ده الجسم. طب لو جيت سالتك اكتر وقت الرايت فينتركل بياخد فيه؟ السيستول. هو بياخد في الاثنين على فكره، والبرفيوجر حلو في الاثنين، بس المره دي ضغط السيستول طلع اعلى من الدايستول. فهمتوا؟ وضحك؟ تمام؟ الكلام ده زي ما قلت لك ما بيحصلش في بقيه الجسم، لان اعتمادي في بقيه الجسم مفيش مقاومه تسد لي ايه؟
النهايه بتاع الجسم. الكلام ده في القلب بس، قلت لك عشان الدم اللي جوه القلب هو اللي ايه بيزق يقفل مين؟ الكورونري، بيقفل الاند بتاع الكورونري. حلو كده؟ لكن في بقيه الجسم العادي انت البرفيوجن بريش، يعني يعني دلوقتي لما نيجي اي تشو او اي بيسل نشوف ضغط اوله كام ونهايته كام وخلاص، ونشوف الضغط المتوسط كام، يبقى هو ده اسمه البرفيوجن بريش. لكن عندنا في الكورونري الوضع مختلف، البدايه اورتك، طب النهايه حسب بقى القلب منقبض ولا مش منقبض، وحسب بقى الانقباض ده قوي ولا مش قوي، وهل ده ليفت ولا رايت، يبقى بيختلف البرفيوجن على حسب حاله القلب ساعتها. واحنا فهمنا ايه الوضع ما بين الليفت والايه والرايت، ودي ميزه مش موجوده في اي حته في الجسم غير فين؟ في الكورونا. يبقى دي تميزت بحاجه ودي تميزت بايه؟ بحاجه. طب تعالى هنا للبلمونري. البلمونري بقى فيها ميزه ثانيه خالص اسمها اللانج فوليوم. اللانج فوليوم دي هتأثر زي نفس فكرة القلب. القلب يا جماعة مش الدم اللي داخله اتأثر بقد ايه هو منقبض ولا منبسط؟ حلو؟ نفس الكلام في اللانج. الدم اللي هيخش لها البرفيوجن بريشر او البلاد فلو اللي داخل لها هيتأثر باللانج دي، فيها هواء ولا ايه؟ زي ما اتأثر بالدم اللي جوه القلب اتأثر، هل هو كونتراكتد ولا ريلاكسد؟ هل هو جواه دم ولا ما فيهوش دم؟ نفس الكلام هيتأثر باللنج، هل هي جواها هواء ولا ما فيهاش هواء؟ بس يعني نفس دي هنطبقها على اللنج. بس تعالى نشوف كده اللنج. قال لك هو ايه الدم اللي داخل اللنج؟ قال عندنا نوعين. الرئه يا جماعه عليها دبل بلاد سبلاي، انتوا خدتوا الكلام ده في الاناتومي. اول بلاد سبلاي لها اسمه ايه؟ بلمونري، والثاني برونكيال. تعال ناخد البرونكيال الاهبل ده، ولا انه يعني ساعات بيجي كده منه حاجه في الاسئله. البرونكيال ده جاي منين؟ ها خدناه في الاناتومي من 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 حتت كتير، من الاورطة، مش عارف من الانتركوستال، بياخد بيطلع من ايه؟ من مناطق كتيره. طب البرونكيال ده يا جماعه بيروح يغذي مين؟ غالبا بيغذي التراكيا البرونكيال تري اللي هي المنطقه الاولانيه منين؟ من الريسبيراتوري سيستم. طب البرونكيال ده بعد ما يغذي اللنج ويجي يرجع الدم يرجعه القلب، بيرجعه في انهي منطقه؟ هل بيرجعه على الرايت اتريوم ولا بيرجعه على الليفت اتريوم؟ ها هو الجسم كله بيرجع الدم ازاي؟ على الرايت اتريوم. والبرونكيال ده يعتبر زي بقيه مين؟ يبقى هيرجعه على مين؟ الرايت اتريوم. يبقى المعلومه بس اللي عايزين نعرفها في البرونكيال ان ده في بلاد سبلاي تاني للرئه اسمه برونكيال، والبرونكيال ده طالع من حتت كتير مش مهم هي ايه اصلا. والبرونكيال ده بيروح يغذي التراكيو برونكيال تري او يعني المنطقه الاولانيه من الريسبيراتوري سيستم، وبعد ما يخلص الغذاء بتاعتها بيقوم مرجع الدم، بيرجعه لمين؟ بيرجعه على الرايت اتريوم زي بقيه الجسم. لما بيرجع السوبيري والانفيرو بينكاب بيقوم مرجعين كلهم على الرايت اتريوم، فالبرونكيال هيرجع برضه على الرايت اتريوم. دي حته انا كده. طب تعالى بقى للحته اللي تهمني، ايه رايك في البلمونري بقى؟ قال لك البلمونري ده بقى المميز. تعالى نفهم البلمونري. البلمونري بيروح يغذي الرئه، وبعد ما يغسل الرئه هيرجع الدم، بس الدم بتاع البلمونري هيرجع في البلمونري فينس. طب البلمونري فينس دول هيودوا على الرايت اتريوم ولا الليفت اتريوم؟ الليفت اتريوم. فده اول اختلاف ما بينه وما بين مين؟ البرونكيال. يبقى البرونكيال بيرجع الدم على الرايت اتريوم، اما البلمونري بيرجع الدم في البلمونري فيسلز او فينز اللي هي بتروح للليفت اتريوم. طب الدم هنا اكتر ولا هنا اكتر اللي بيرجع؟ لا اكيد في البلمونري اكتر. فبيقول لك ثلثين الدم بيرجع في البلموناري فينز في الليفت اتريوم، اما الثلث بيرجع من البرونكيال في الرايت ايه؟ يبقى ده اول اختلاف ما بين البرونكيال والايه؟ والبلموناري. تعالى بقى سيبك من كل الكلام ده. الكلام ده المفروض يعني انت يعني عندك فكره عنه في الاناتومي. لكن تعالى نركز شويه على البلموناري. قال لك البلموناري يا جماعه بيدي نوعين من الفيسلز. فيسل جنب الالفيولاي على طول هنقول عليها الفيولار ايه؟ فيسلز. وفيسلز حوالين التراكيا او البرونكاي اللي هنا اللي هي يعني اكبر شويه، يعني الالفيولاي دي جنبها حاجه اسمها ريسبيراتوري برونكيول. حلو؟ في بقى هنا في برونكيول وفي تيرمينال برونكيول وفي برونكاي، كل دول حواليهم فيسل ثانيه، اسم الفيسل الثانيه دي هنقول عليها اكسترا ايه؟ الفيولار فيسلز. ايه يا دكتور اللي انت عايز تقوله؟ عايز اقول ان البلمونري بيدي نوعين من الاوعيه. شويه اوعيه حوالين الالفيولاي بنقول عليها الفيولار فيسل، وشويه اوعيه حوالين البرونكاي والبرونكيول بنقول عليها ايه؟ اكسترا ايه؟ الف. طيب تعالى نشوف بقى ايه القصه.
بيقول لك افرض لو انت خدت بالك قبل ما اقول لك افرض الالفولايا يا جماعه او بلاش الاكسترا الفولار فيسل جنب مين على طول؟ جنبها مين؟ جنبها الانترا باللورال بريشر. طيب الالفولار فيسل جنبها مين على طول؟ الالفولار او الالفولاي يعني صح كده؟ اللي هو الالفولار بريشر. تاني يبقى انا عندي نوعين من الاوعيه شويه دم رايحين ينزلوا الالفولاي اسمهم الالفولار فيسل وجنبهم مين؟ الالفولاي وشويه دم رايحين يغذوا البرونكاي والبرونكيول حلو وكده دول جنبهم مين؟ اكتر مش الالفولاي بقى جنبهم مين؟ الانترابلورال بريشر. طب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. نفترض يا جماعه حضرتك خدت نفس قوي جدا عملت حاجه اسمها توتال لانج كاباسيتي. تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. توتال لانج كاباسيتي كده انت خدت نفس قوي ولا ما خدتوش؟ صح؟ طب لما تعمل كده واحده واحده بقى عليا عشان تعمل اصلا توتال لانج كاباسيتي لازم الانترابلورال بريشر يبقى مور نيجاتيف ولا مش مور نيجاتيف؟ مور نيجاتيف صح؟ مش احنا قلنا اصلا عشان تاخد انسبيريشن قوي لازم يبقى الانترابلورال او الانتراثوراسيك بريشر خدنا الكلام ده زمان في الانسبيريتور لازم امور ايه؟ نيجاتيف. اذا معنى انك هتاخد توتال لانج كاباسيتي ان الانترا باللورال بريشر بقى مور نيجاتيف. ما هو ده اللي بيخليك اصلا تاخد ايه؟ تاخد نفس قوي. طيب لما يبقى الانترا باللورال بريشر ده مور نيجاتيف ركز كده معايا بقى بص اللي هيحصل لو ده مور نيجاتيف مور نيجاتيف مور نيجاتيف هيشد مين؟ الاكسترا الفولار دي هت ايه؟ توصل لانه هنا مور نيجاتيف فيشفطها لبره فيبقى ايه؟ توصل يبقى النيجاتيفيتي في الاكسترا بلورال هتعمل ايه في الاكسترا الفولار فيسلز؟ هتوزعها هتعمل في الاكسترا الفولار فيسلز هتبقى ضيقت ولا كونستريكتد؟ ضيقت. طب ركز كده بقى وانت بتاخد برضه نفس قوي الانترا بلورال بريشر ده حلو النيجاتيف شدت الالفولاي ولا ما شدتش؟ الالفولاي دي وسعت ولا ما وسعتش؟ طب لما الالفولاي توسع تعمل ايه في الالفولار فيسل اللي جنبها؟ تسدها. يبقى الانترا بلورال بريشر برضه هو ده اللي عمل التوتال لانج كاباسيتي والانترا بلورال بريشر اللي عمل التوتال لانج كاباسيتي ده عمل في الالفولاي ايه؟ ديستنشن او دايلاتيشن. طب لما عمل في الالفولاي ديستنشن عمل ايه في الالفولار فيسلز؟ ها؟ في الالفولار فيسلز ضيقها خلاها كونستريكتد. طب سؤال فهمتوها ولا مش صعبه؟ مكتوب الالف اللي هو الالف الريزيستنس فيه ايه؟ عيت
أو يبقى اللي هيعلى هنا الأحمر ده مين؟ الألف أو صح كده؟ تاني ركز كده أهو، أدي التوتال لانجي كاباسيتي، أدي الريزيستنس في الإكسترنال ألفولار قلت أهي، وأدي التوتال لانجي كاباسيتي برضو الريزيستنس في الألفولار إيه؟ زايد أهي صح كده؟ هل في اختلاف على كده؟ تمام. قال لك المحصلة النهائية، المحصلة النهائية لما دي تقل ودي تزيد مش هم اصلا كلهم جايين من بلمونري فيسلز؟ التوتال بقى في الاخر ايه؟ ها؟ قال لك التوتال ريزيستنس هتزيد. طب وده موجود على الرسم؟ اه اللي هو الكيرف اللي فوق الاسود ده. شايف الكيرف الاسود؟ الكيرف الاسود ده المحصله النهائيه اللي هي التوتال بلمونري ريزيستنس. التوتال بلمونري ريزيستنس زاد ولا ما زادتش؟ زادت. حلو؟ يبقى يا جماعه في الوقت التوتال لانج كاباستي حلو؟ ايه اللي حصل؟ ها الانترا مورال بريشر مور نيجاتيف، فده فتح لي الاكسترا الفولار فيسلز قلل لي فيها ريزيستنس. اما الالفولاي هي اللي وسعت، فلما الالفولاي توسع هتقفل الايه؟ الالفولار فيسلز، فتزود فيها الايه؟ الريزيستنس. فالمحصله النهائيه واحده قلت واحده زادت على الرسم اهو، واحده قلت واحده زادت، لكن الرسم الباني هتلاقي عامل لك كيرف ثالث الريزيستنس في ايه؟ بتعلى، لان ده حاصل جمع الاثنين الريزيستنس في البلمونري فيسل بقى النهائيه هتبقى ايه؟ عالية. حلو؟ مش ده برضه الرسم الباني كده عندكم؟ حلو. طب تعالى بقى على لو عملنا ريزيدوال فوليوم. وقت ريزيدوال فوليوم. الريزيدوال فوليوم ده يعني ايه؟ يعني واحد خد نفس قوي جدا طلع كل اللي جواه ما بقاش غير شويه هوا اللي هم اسمهم ريزيدوال فوليوم، فاكرين لهم شويه هوا الصغيرين عمرهم ما بيطلعوا. يعني انت خدت ايه؟ فرصه اكس بايريشن. طب لما تعمل فرصه اكس بايريشن النيجاتيفيتي هنا ايه اخبار؟ هتبدا تقل. لا 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 النيجاتيفيتي هنا هتقل. ليه؟ النيجاتيفيتي بتزيد لما اعمل ان، لكن مع ما اعمل اكس النيجاتيفيتي ايه؟ تقل. يبقى في الريزيدوال فوليوم المفروض الانترا بلورال بريشر يبقى ليس نيجاتيف، برضه مكتوبه في الكتاب غلط. طيب لما يبقى ليس نيجاتيف ده لما كان مور نيجاتيف وسع مين؟ الفيست. طب لما يبقى ليس نيجاتيف يبقى يضغط على مين؟ الفيست. طب تعالى بقى العكس، يبقى الاكسترا انفلر فيست اللي هيحصل لها ايه؟ ها هتكون ستريكت، يعني الريزيستنس هتزيد ولا تقل؟ هتزيد. روح على رسم البياني اهو، ادي الريزيدوال فوليوم، بص كده مين اللي هيزيد؟ الاكسترا الفا، يبقى الازرق ده مين؟ اهو الاكسترا الفا اهو، صح ولا لا؟ يبقى الاكسترا الفا هنا قل الريزيستنس وهنا زاد مين؟ اكس كاس. طب تعالى بقى لما يبقى الانترا بالنورال ليس نيجاتيف وحضرتك طلعت كل الهواء اللي في الالفولاي اللي قدرت عليه، يبقى الالفولاي ساعتها منفوخه ولا مهويه؟ كولابست. طب ولما تبقى كولابست يبقى الفيسل اللي جنبها تاخد راحتها ولا ما تاخدش؟ تاخد. طب تعالى كده، يبقى هنا الالفولاي هتبقى اباوت كولابس، يعني اقل هواء فيها. طب ولما الالفولاي تبقى اباوت كولابس وتطلع الهواء اللي جواها كله، الفيسل اللي حواليها تاخد راحتها، تاخد راحتها دي يعني الالفولاي تبقى ايه؟ دايليتد. طب لما الالفولاي تبقى دايليتد الريزيستنس فيها ايه؟ تقل. روح على الرسمه، الريزيستنس في الالفولار بيسس قلل ولا ما قلتش؟ ادي الالفولار بيسس. خدت بالك بقى ان هم اهو في الريزيدوال فوليوم عكس التوتال لونج كاباستي، اهو الالفولار بيسس هنا الريزيستنس كانت كبيره، هنا قليله. طيب الاكسترا الفولار هنا قليله، هنا كبير، صح؟ دكتور هو هنا الالفيولاي نفسها مدايليتد ولا الفيسل اللي مدايليتد؟ لا الفيسل الاحمر ده بس الفيولاي بس. تمام؟ خدت بالكم؟ طب ركز كده معايا، بالرغم من ان هنا الازرق قليل وهنا الاحمر عالي وهنا الاحمر قليل والازرق عالي ولانهم عكس انعكاس، الا ان ظل الريزيستنس المحصله عاليه برضه. يعني لو انت شفت الازرق والاحمر هم الكيرف ده اللي هو بيمثل التوتال بريفرال ريزيستنس ظلت ايه؟ عاليه برضه. يبقى المحصله هنا التوتال بريفرال ريزيستنس عاليه، والمحصله هنا التوتال بريفرال ريزيستنس عاليه، وده اللي شفناه على الرسم. هتلاقي رسمنا كيرف اسود فوق ده بيمثل التوتال بقى المحصله النهائيه، يبقى ريزيستنس هنا عاليه
والريزيستنس هنا ايه؟ عالية. حلو. وجي في الامتحان مرة قال لهم طب في سؤال كده قال لهم امتى التوتال بريفرال ريزيستنس بتقل؟ وحط لهم في الاختيارات توتال لانج كاباستي بس قال لهم توتال. حلو؟ توتال. وحط لهم في الاختيارات توتال لانج كاباستي ولا ريزيدوال فوليوم ولا فانكشن ريزيدوال كاباستي. هو في الكتاب شارح مين؟ شارح التوتال وشارح ريزيدوال، صح؟ مش شارح اصلا مين؟ والاجابه فانكشن ريزيدوال. طب ليه؟ بص بقى على الرسمه، الاجابه على الرسمه. لو ركزت على الرسمه التوتال لانج كاباستي عيد قوي فين؟ عيد قوي فيها ريزيست، والريزيدوال فوليوم عيد فيها مين؟ ريزيست. بص الكيرف ده هيقل امتى؟ هيقل في النص هنا. لو نزل تنزل تنزل هتلاقي كاتب لك على الكيرف فانكشن ريزيدوال كاباستي. يبقى ده الوقت الوحيد اللي فيه ريزيست. لان ده الالفولاي مليانه هواء ولا الالفولاي ايه؟ مش مليانه هواء. يبقى واضح كده الريزيستنس بتقل لما الالفولاي تبقى في المعقول. اللي هو في الطبيعي بتاعنا. الطبيعي بتاعنا ان احنا جوه الرئه بتاعتنا فانكشن ريزيدوال. كلنا واحنا قاعدين دلوقتي وانت قاعد دلوقتي الرئه فيها حاجه اسمها فانكشن ريزيدوال كاباستي. طبعا انتوا مش فاكرين، انا عارف، بس يعني هي جوه الرئه بتاعتك وانت قاعد فانكشن ريزيدوال كاباستي. فده بقى الاحسن. لا التوتال احسن ولا الايه؟ الريزيدوال. فهمتوها؟ دي اللي احنا شفناها امبارح المره دي. احنا قلنا الانتركلينر بريشر لو عيل هات في فرق يا جماعه. انا بس انا حاسس ان في ناس خلطه على بعض. يعني في فرق يا جماعه. انتركلينر بريشر يعني ايه اصلا؟ بالعربي الضغط داخل الجمجمه. الجمجمه يا جماعه الجمجمه مش زي اي حته ثانيه في الجسم. ليه؟ الجمجمه عباره عن وعاء وحواليه سكال، يعني سكال والبرين جوه فمقفول. ففي ضغط، حاجه اسمها ضغط جه داخل مين؟ الجمجمه. هو الكلام ده موجود في الرئه برضه او القلب او الكلام ده؟ لا، مفيش اي حته البرين جوه سكال كده. دي حاجه مميزه. فالسكال يا جماعه زنقلك البرين، فلازم الضغط جوه يبقى ليه قيمه ايه؟ ثابته، ما يعلاش قوي ولا يوطى قوي. حلو؟ فده مميز في البرين قوي، ان البرين حواليه سكال حاجه كده افلاك. لو زاد البريشر جوه مفيش مخرج. مفيش مخرج. يعني لو لا قدر الله واحد طلع له ورم في المخ. حلو؟ ما هو الورم قاعد يكبر جوه البرين، والبرين مش عارف يطلع بره لان الاسكال سد الدنيا. فكل ما يحصل اي ليجن جوه البرين يكبر 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 يكبر، تلاقيه ده بيزود الضغط جوه مين؟ الجمجمه. لان الجمجمه ايه؟ زنقانه من بره، هو مش عارف يطلع فين، صح؟ يبقى اي حاجه تزود لك البريشر جوه الجمجمه دي مشكله. طب ايه اللي بقى اللي ساعتها هيحصل في الجسم؟ قال لك الانتراكرينال بريشر لو زاد لاي سبب بقى، ظهر ورم في المخ، نزيف في المخ، اي حاجه في المخ زودت البريشر، ده هيضغط على الاوعيه الدمويه من بره، صح؟ مش انا الدم داخل كده في البرين. البرين لو الضغط جواه زاد هيسد مين؟ الاوعيه. طب الحل ان انا ايه؟ اعاني ضغط. اللي هو اعمل ايه؟ ازود البريشر في الاوعيه. يبقى الانتراكرينيال بريشر لما يزيد في ريفلكس بيحصل بيستيميليت السيمباثيك، يقوم عامل زياده في البريشر اللي داخل جوه الجمجمه بس، عشان يحسن السيركيوليشن اللي داخله مين؟ السيرب. في الوقت ده يا جماعه لما بيزيد البريشر ده بيحاول يوصل الدم على قد ما يقدر لمين؟ للمخ. ده ما بيحصلش برضه غير في الجمجمه او جوه المخ. في الوقت ده يا جماعه بيزيد البريشر، وبالناحيه العكسيه بيقل مين؟ الهارت ريت. بيقل الهارت ريت ويزيد البريشر، وده كنا عليه كوشنج ريفليكس. كوشنج ريفليكس. تمام؟ فهمنا الثلاثة سيركيليشن؟ خلاص؟ اللي كان عنده مشكلة في حاجة فيهم تمام؟ طيب في شوية بقى معلومات ممكن يسألك فيها تانية غير دول. يعني احنا كده خدنا حاجة اسمها ريجوليشن. دي حاجة اسمها ريجوليشن اوف ايه؟ اوف كورونري سيريبرال ايه؟ بالمر. خلاص يا مرة؟ حتى الايد ما تخش. دي؟ طيب تعالى بقى ناخد شوية معلومات زيادة. يعني هو مش دول المعلومات الوحيدين اللي مكتوب في السيركيوليشن. حلو؟ ايه المعلومات الزياده مثلا؟ ها؟
هات كده ده موجود في كل الوقت. يعني مثلا تعال نتكلم عن السيريبرا شوية. السيريبرا حد عايز يقول حاجة عشان تمسح؟ السيريبرا فيها ميزة يا جماعة مش موجودة في أي حتة. طبعا أنا عارف إن في رغي شوية في الكتاب وعدم تنظيم، بس هو الكتاب مكتوب كده فإحنا بنقلده يعني. لكن هو الصح انك تبقى فاهم الموضوع كده، انك تبقى فاهم الدنيا كده، ان دي سيركيوليشن زي اي سيركيوليشن بس فيها شويه ميزات عن ايه، عن بعضها. هل ايه بقى يا جماعه الحاجه الثانيه؟ السيريبرال يا جماعه السيريبرال فيها هيكلمك فيها شويه عن السي بي اس. كلنا السي اس اف، السي اس اف انتوا عندكم معلومات فيها عن الاناتومي ولا ما خدتوش؟ ها سي اس اف ده سائل بيحوط البريك، وظيفته ايه السائل ده يا جماعه؟ بيقول لك ان هو بينزل بريك وياخد منه الايه الويست برودكت بتاعه، يعني بيديله الاكل وياخد منه الايه الايه الويست برودكت. والفايده بقى الكبيره للسي اس اف ان هو يا جماعه لو البرين حضرتك اتخبطت في دماغك، البرين لو كل شويه انضرب في الاسكال البرين هيحصل فيه نزيف، فلازم حواليه سائل يعمل زي ايه كشن كده، يعني زي مخده حواليه مين البرين، بحيث ان لو جيت اي واحد اتخبط خبطه ما تاثرش جامد عليه لان حواليه مين ميه. فانت البرين بتاعك، البرين بتاعك حواليه سائل، سائل يحميه من اي خبطات اسمه ايه السي اس اف. السي اس اف ده مقداره قد ايه؟ 150 مللي. ضغطه قد ايه؟ 15 سنتيمتر ووتر. ليه ضغط وليه يعني مقدار يعني؟ السي اس اف ده بيطلع منين يا جماعه؟ بيطلع من حاجه اسمها ها؟ دي ممكن تجي لك يعني. ها؟ ولو ان هي اناتومي اصلا مش معلومه فيزيولوجي. بيطلع من حته اسمها ايه؟ كورويد بليكسس. كورويد بليكسس ده شويه كابيلر كده شعيرات دمويه موجودين جوه في حته في المخ اسمها اللاترال فين. يعني بص كده ادي المخ اهو. في حته هنا احنا قلنا حواليه مين؟ سي اس اف، او لو افترضنا ده السي اس اف اللي حوالين المخ. عايزين نعرف السي اس اف ده جاي منين؟ قال لك في حته هنا في المخ اسمها لاترال فينت. اسمها ايه؟ لاترال فينت. اللاترال فينت دي بيبقى فيها شعيرات دمويه هنا كده. الشعيرات الدمويه دي هي اللي بتطلع السي اس اف. اسمها ايه الشعيرات الدمويه دي؟ اسمها ايه؟ كورويد بليكسس. طيب بعد ما بيطلع ال سي اس اف في اللاترال فينت ده دلوقتي اللاترال فينت اهو ها، بيقول لك بيمشي يروح لحته اسمها سيرد فينت. ادي السيرد فينت. هناخد الكلام ده بالتفصيل، مش عايز ازق لك في المعلومات يعني وايه الفورم اللي بيعدي الاكس بقى، لان المفروض ده يعني بعد كده المفروض تعرفه بالتفصيل يعني. بعد كده السيرد فينت بيودي الفينت الثاني اسمه ايه؟ فورس فينت. بعد كده الفورس فينت ده مفتوح على حاجه هنا اسمها سب اركنويد سبيس. السب اركنويد سبيس ده هو اللي بيدي الفلويد حوالين مين؟ المخ. يبقى اللاترال يدي سيرد، سيرد يدي فورس، فورس يدي السب اركنويد سبيس. السب اركنويد سبيس ده هو السبيس اللي حوالين المخ، هو اللي هينشر الفلويد حوالين مين؟ المخ، عشان يحميه من اي كشف او اي خبطه او يغذيه او ياخد منه الويست برودكت بتاعته. اخر حاجه ان طيب الفلويد ده بيتجدد كل شويه، يعني المخ بيطلعوا من هنا من الكابيلر اللي هي الكورويد بليكسس، وبعد كده بقى بيطلع ويتحرك، والمفروض ايه؟ زي الميه كده، شويه نطلع ميه جديده وناخد الميه الايه؟ القديمه، ففي حاجه لازم تمتصه في الاخر. مين اللي بيمتصه؟ بيبقى في هنا برضه كابيلرز كده بتمتص ايه؟ الميه دي زي البلعات كده، اسمها ايه بقى؟ اركينويد فيلاي. يبقى الاركينويد فيلاي دي مكان خروج السي اس اف. طيب والكرويد بليكسس ده مكان دخول السي، يعني ده الحنفيه وده الايه؟ المخرج بتاعه. الاركينويد فيلاي دي يا جماعه بتعمل ايه؟ بتبدا تمتص السي اس اف وتوديه بقى جوه في السيركيوليشن بتاع المخ ويطلع في الدم بتاع مين؟ الجسم عادي خالص. يبقى دي فكره السي اس اف. ده كلام كله اناتومي، يعني انا مش عايز اغوص في التفاصيل في السي اس اف، ده كل الكلام ده اناتومي بس مكتوب للاسف في الكتاب. انا عايزك بقى اللي تركز عليه اللي انا يعني لو بتذاكر
الكومبوزيشن اوف سي اس اف. ليه؟ ممكن تجيب يقول لك ايه اختلاف السي اس اف ده عن البلازما دي؟ مش السي اس اف في الاخر بيرجع يتصنف البلازما؟ طيب عايزين نعرف ايه الفرق؟ يعني انا عايز اعمل جدول كده ما بين البلازما وما بين مين؟ ده ممكن يجيلك سؤال. يعني اللي فات ده كله انا بصراحه شايف انه ما ينفعش يجي سؤال، لان في تفاصيل اصلا ما قالهاش، ما ينفعش يجي سؤال، لكن ده بقى ممكن يجيلك سؤال. ايه اختلاف السي اس اف على البلازما؟ قال لك السي اس اف شبه البلازما في حاجات، واكتر من البلازما في حاجات، واقل من البلازما في حاجات. شبه البلازما في ايه؟ قال لك في الصوديوم والبيكارب والاوزمولات. يعني ايه؟ ها؟ الاوزمولات هنا شبه هنا، الصوديوم هنا شبه هنا، البيكارب هنا يعني شبه، يعني نفس الكم. لو قست الصوديوم بالسي اس اف هتلاقيه هو في البلازما. قست البيكارب هنا هتلاقيه هو البيكارب ايه؟ هنا. يبقى ده أول حاجة، ده ممكن يجي لك سؤال، يعني يقول لك يجيب لك يقول لك إن مثلا البلازما والسي اس اف متشابهين في إن فيهم نفس تركيز الصوديوم ولا الكلورايد ولا الكريات ولا البوتاسيوم ولا الكالسيوم. فاهمين السؤال ممكن يجي ازاي؟ طيب امال السي اس اف اعلى في ايه؟ اعلى من البلازما في ايه؟ قال لك في المغنيسيوم والكلورايد تقريبا والكريات، صح كده؟ صح زي الكتاب؟ حلو، يبقى انا اعلى في الثلاثه دول، يبقى التركيز بتاع الثلاثه دول اعلى هنا. اكتر منين؟ من البلازما. طيب امال البلازما اعلى في ايه في الباقي؟ اي حاجه بقى باقيه؟ يبقى ايه؟ يعني بوتاسيوم يبقى البلازما، يوريا البلازما. اي حاجه بقى تيجي في دماغك باقيه تبقى ايه؟ يبقى انت مطالب تحفظ دول. ويبقى الباقي كله البلازما تكسب. فهمت حاجه؟ يبقى دي المعلومه الكومبوزيشن دي من حاجات اللي ممكن انا عن نفسي شايف انها ممكن يلعب فيها ويجيب فيها ايه؟ يجيب لك فيها ام سي كيو. طيب المعلومه الثانيه اللي عايزين برضه نركز عليها في المخ غير حته السي اس اف والبلازما، احنا فهمنا بقى السي اس اف اهو، انا مش عايز اجيب حاجه بقى. خلاص؟ انا عايز الجدول ده تحفظه. طب ايه ثانيه المعلومه الثانيه يا جماعه؟ قال لك المخ بيتميز عن بقيه الجسم ان في حاجه اسمها بلاد برين بارير. بلاد برين بارير، ايه البلاد برين بارير ده؟ الخلايا بتاع المخ او الكابيلاري بتاع المخ وكده مختلفه عن بقيه الجسم، ازاي بقى؟ ادي الدم اهو اللي داخل المخ، والدم ده بيقعد يتجزا كده. حلو؟ وادي المخ اهو. فينا دم. اخر البلاد فيسل دي بيبقى فيه ايه؟ هنا دي ايه يا جماعه؟ كابيلاريز. دي الكابيلاريز اهي. قال لك الكابيلاري بتاع المخ متميزه عن بقيه الجسم كله. بشكل ما، ايه يا عم متميزه في ايه؟ قال لك اول حاجه الاندوثيليال لير بتاع الكابيلاري هنا ماسكه ببعضها جامد جدا 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 بحاجه اسمها تايت جنكشن. حاجه اسمها ايه؟ يبقى الاندوثيليال سيلز اللي مبطله الكابيلاري هنا لازقه ببعضها قوي. حلو؟ بس كده؟ قال لك لا. والكابيلاري دي حواليها من بره هنا بيسمنت ايه؟ ميمبرين. هتقول لي هو ده يعني مختلف عن بقيه الجسم؟ اه مش شرط بقيه الكابيلاري اللي في الجسم تبقى لازقه ببعضها بالشكل كده. طيب الحاجه الثانيه يا دكتور، قال لك من بره كمان خلايا المخ بيبقى لها رجول كده. خلايا المخ اسمها استروسايتس. بيبقى لها رجول من بره صدقني الكابيلاري دي شويه من بره كده عامله كده. حلو؟ طيب ايه بقى يا دكتور اللي انت بتقوله ده بقى؟ قال لك التركيب بتاع الكابيلاري بتاع خلايا المخ مختلف عن بقيه الايه؟ ها؟ بقيه الجسم. الكابيلاري الاندوثيليال سيلز لازقه ببعض وحواليها بيسمنت ميمبرين وحواليها كمان خلايا المخ ايه؟ سدها اكنك ايه يعني قفل ومفتاح. فقال لك نسمي القصه دي بلاد ايه؟ بلاد برين بارير. ليه يا دكتور؟ يعني لو في ماده دلوقتي عايزه تنتقل من هنا تخش للبرين هنا مش هتعدي من كل ده؟ حلو؟ فهنسمي الحاجز اللي ما بين الماده اللي هتيجي من هنا لهنا هسميها بلاد برين بارير. ايه البلاد برين بارير؟ هو عباره عن بارير ما بين انتقال الماده من البلاد للايه؟ للبرين. طب تركيبه ايه البلاد برين بارير؟ هو التركيب العادي الكابيلاري اندوثيليال سيلز اللي بتطلع بعضها تايت جنكشن
بيزمنت ميمبرين خلايا من بره تمام، والكلام ده بيقلل ان الماده تطلع من هنا لهنا. طب يا دكتور اذا كده معناها ان مش كل المواد بتقدر تعدي؟ مش كل المواد بتقدر، يعني البلاد برين بارير ده بيعدي بعض الحاجات وايه وبيمنع ايه بعض الايه الحاجات، صح كده؟ ده اللي احنا ايه فاهمين. طب بيعدي ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي بيعديها؟ ها ايه الحاجات اللي احنا خدناها زمان بتعدي بسهوله؟ الاو 2 السي 2 حاجات بتعدي بسهوله، الغازات بتعدي ايه بسهوله اللي هو كاتبها لك. طيب واي حاجه ليميت سوليبل، اي حاجه ليميت سوليبل. اشمعنى يا دكتور ليميت سوليبل؟ لان يعني خلايا المخ اصلا عباره عن دهون، فالدهون بتحب بعضها فبتدوب في الخلايا دي بتخش بيها بسهوله. حلو، يبقى اي ماده ليميت سوليبل. عشان كده يا جماعه لو انت خدت فارما هتعرف ان كل الادويه اللي عايزينها تخش المخ تاثر عليه لازم تبقى ليميت سوليبل. اي دواء مش ليميت سوليبل مش هيشتغل على التخصص. حلو، يبقى دي شروط الماده اللي هتعدي. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتعدي كمان يا دكتور؟ الجلوكوز بيعدي بسهوله او بسهوله. اشمعنى؟ ده اكل المخ يا معلم، اكل المخ. المخ ما بياكلش غير مين؟ الجلوكوز. فالجلوكوز برضو من الحاجات اللي بتعدي بسهوله. طيب مين الحاجات اللي خدناها زمان ما بتعديش؟ فاكرين الهيدروجين والبيكارب ما بيعدوش بنفس مين دول؟ والدليل على كده فاكرين لما كنا بنقول ها ان الهيدروجين اللي بره المخ ما يأثرش على المخ، لازم الهيدروجين لو عالي يبقى جوه المخ. يعني كنا زمان بنقول كده السي او 2 بيعدي هو لان السي او 2 بيعدي بسهوله، ويقوم السي او 2 متحول لهيدروجين جوه المخ، ويقوم الهيدروجين ده اللي عامل استيميليشن للريسبيراتور سيل. والسؤال لو جه كده هيقول لك علو الهيدروجين في السي اس اف صح يعمل استيميليشن لمين؟ علو الهيدروجين في السي اس اف يعمل استيميليشن للريسبيراتور سنتر صح. طيب لو عكس الايه وقال لك علو الهيدروجين في البلد يستيميليت الريسبيراتور سنتر غلط. ليه يا دكتور؟ مع ان الهيدروجين هيعلى هنا اهو ما هو مش عادي. يبقى لما كان يجي بسؤال علو الهيدروجين في السي اس اف يستيميليت الريسبيراتور سنتر صح لانه جوه المخ اصلا. طب لما كان يجي في السؤال برضه علو الهيدروجين ها في البلد يستيميليت الريسبيراتور سنتر كان غلط. صح؟ طب علو السي او 2 هنا؟ يستيميليت لانه هيعرف ايه؟ يعدي. صح كده؟ دي حاجات كنا خدناها في الريسبيرات زمان بس يعني ما كانش ممكن تبقى متفسره بالشكل ده. يبقى مش كل المواد بتعرف تعدي ايه بلاد برين بارير، والدليل على كده الاو 2 السي 2 بيعدي الليبيد والجلوكوز. في بعض المواد الثانيه من ضمنها المهم اللي احنا خدناه قوي الايه الهيدروجين والقصه ديت. في طبعا مواد ما بتعديش خالص، اوقات بيقول لك توتالي انفيرمنت يعني يمكن الهيدروجين ده يعدي شويه، لكن في حاجات بقى ممنوعه تماما زي المواد الكبيره اللارج سايت وزي البروتينز ما بتعديش تماما، لان اصلا 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 مفيش حاجه اسمها فيزيكولار ترانسبورت جوه مين؟ البلاد برين بارير. احنا عارفين ان الانتقال بتاع المواد بيبقى بحاجه اسمها ديفيوجن واكتف ترانسبورت وفيزيكولار ترانسبورت. فيزيكولار ده يعني اخد الماده ابلعها جواها كده واعمل لها اندوسايتوزس وادخلها لجوه. مفيش الكلام ده فين؟ في المخ. مفيش حاجه اسمها اندوسايتوزس وايجوسايتوزس. يعني الفيزيكولار ترانسبورت ضعيف جدا في البلاد برين بارير ده، فبالتالي اي ماده كبيره تتوقع كبيره في الحجم قوي ما بتعديش، لان مفيش اصلا ايه؟ فيزيكولار ترانسبورت. عشان كده في الكتاب كاتب لك يقول لك كده احنا خدنا البلاد برين بارير. الكتاب كاتب لك ان البلاد برين بارير عباره عن ايه؟ ها؟ ايه اللي مساعد بقوه البلاد برين؟ يعني ايه اللي مخلي البلاد برين بارير قوي قوي كده؟ ها؟ ايه الميزه؟ ثلاث ميزات. اول حاجه ان الكابيلا لازقه في بعضها. تاني حاجة مش البيزمنت ممبرين، لأن البيزمنت ممبرين موجود في كل الجسم بقى، فما كتبلكش لا ميزة ولا حاجة. الميزة التانية إن خلايا المخ زنقاني من بره فما بتعديش حاجة. الميزة التالتة إن مفيش فيزيكال ترانسبورت. لكن بقية الجسم فيه. فدول تلات ميزات ميزوا البرين البلاد برين بارير عن بقية مين؟ عن بقية الجسم. طب الحاجة التانية دول التلات ميزات، مين يا دكتور اللي هيعدي؟ الغازات اللي بتسولي بتعدي بسهولة، الجلوكوز ده أكل المخ يا عم. طب مين اللي ما يعديش؟ الهيدروجين يعدي بصعوبه لكن في شويه هيعدوا. مين اللي ما بيعديش تماما بقى؟ اي حاجه كانت بتعدي زمان بالفيزيكولار ترانسبورت اللي هي المواد الكبيره زي البروتين زي اي لارج سبستانس عمرها ما تعدي، لان ما فيش حاجه اسمها فيزيكولار ترانسبورت في الايه المخ. وهنا ميزه السيركيليشن بتاع السيريبرال عن بقيه ايه؟ عن كل حاجه. ده اللي هو البلاد برين بارير. طيب اديني مثال يا دكتور حاجه كده. فقام قايل لك مثال رهيب جدا. قال لك الاطفال الصغيرين بيجي لهم صفرا صح؟
ولما يجي له الصفر يقول لك لازم الطفل ده يخش الحضانه ومش عارف ايه، وفي خطوره لو الصفر ده عدت مشكله هتبقى مشكله على المخ وممكن المخ يتدمر. ايه القصه يا دكتور؟ قال لك احسن الاطفال اللي بيبقى عندهم تكسير في كرات الدم الحمراء كتير بيطلع ماده كده اسمها الصفرة اسمها الباي بيجمنت. الطفل لما بيبقى عنده تكسير في الار بي سيز كتير بيطلع ماده اسمها الباي بيجمنت. حلو، الباي بيجمنت ده في الكلام ده في الترم الثاني اعتقد. الباي بيجمنت دي يا دكتور بتمشي تمشي 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 تروح على البلاد برين باير. حلو، في الاطفال الصغيرين لسه مولودين في الحضانه البلاد برين باير ده مش بيبقى متكون كويس، فالطبيعي ان الباي بيجمنت دي ما تعديش. الطبيعي بتاعها ايه؟ ما تعديش. في الاطفال الصغيرين عشان البلاد برين باير لسه ما تكونش كويس تقوم الباي بيجمنت دي ايه؟ تعد وتوصل لحته في المخ اسمها بيزر جانجلي. هناخدها السنه الجايه هنتكلم عنها في قصه كامله. الحته دي يا دكتور لو وصل لها الباي بيجمنت تتدمر وتعمل مشكله في المخ. المشكله دي بيكون عليها كرينكترس. كرينكترس دي يا دكتور ده مرض كده بيجي في الاطفال اللي الصفرة عندهم بتعلى. وايه السبب في المرض ده يا دكتور؟ ان لسه البلاد بريبريال عندهم لسه مش ديفلوبت، فده يقول لك قد ايه البلاد بريبريال ايه؟ مهم. وعايز اقول لك خلي بالك البلاد بريبريال حاجه رهيبه جدا ومهمه جدا، والدليل على كده في الاطفال ان لو الصفرة دي عليت عندهم بتخش المخ تدمرها وتعمل حاجه اسمها كرينكتس. المهم ايه الكرينكتس؟ المهم ان هو بيدمر المخ. حلو كده؟ طيب هل الكلام ده بيحصل عندنا احنا؟ لا. ليه؟ لان البلاد بريبريال بيبقى اتكون، فبالتالي الكلام ده ما بيحصلش عندنا، بيحصل بس عند الاطفال، فيبين لك قد ايه البلاد بريمير ايه؟ مهم. طيب ايه بقى المميز فيه؟ بالتالي كده ما فيش حاجه تاني مهمه في الايه؟ في السيربرال. ايه الكورونري؟ عايزين نقول الكورونري كده لو في حاجه مهمه ناقصه. الكورونري يا جماعه ايه المهم اللي فيه؟ في حته في المهمه قوي في الكورونري اللي جبت لكم في امتحان الكويز. بيقول لك ايه؟ ركز كده معايا. بيقول لك جمعوا القلب والعضلات في الجسم وقاسوا حجم القلب وحجم العضلات. لا طبعا، لا طبعا. حلو؟ القلب بالنسبه لعضلات الجسم مين اكتر؟ مين اكبر في الحجم؟ يعني تخيل انا جمعت عضلات جسمك كلها في كفه والقلب في كفه. المفروض مين اكبر في الحجم؟ العضلات. يعني المفروض دلوقتي العضلات والقلب مين يجي له دم اكتر؟ العضلات. طب خد مني اول معلومه بيقولها لك، بيقول لك ان الدم اللي داخل للكورونري 84 مللي لكل 100 جرام. يعني ايه؟ بص كده، طبعا العضلات كتيره جدا، فقال لك انا مش هحسب بقى العضلات كلها، انا هاخد 100 جرام بس من العضلات، الحته دي من العضله، وهاخد 100 جرام من ايه؟ من قلب. 100 جرام من هنا و100 جرام من هنا عشان اشوف الدم اللي داخل ال 100 جرام ده قد ايه. لقينا ايه بقى؟ لقينا الدم اللي داخل ال 100 جرام من القلب 84 مللي دم، لكن اللي داخل للعضلات كام؟ 2 على 7. شوف الفرق الرهيب. يعني الكوروناري فيسلز، الكوروناري فيسلز بتودي لكل 100 جرام من العضله 84 مللي دم، اما السكيليتال فيسلز اللي هي بتودي السكيليتال ماسلز بتودي 72 مللي دم لكل 100 ايه؟ جرام. وده يبين لك قد ايه اهميه عضله القلب، وقد ايه عضله القلب محتاجه دم، وقد ايه انا بغذيها بدم كتير. او شايف؟ يعني مش العضله القلب ازاي اعرف فين؟ في الجسم. هل ده كفيل ان عضله القلب تتغذى؟ لا. خد مني الحاجه الثانيه المهمه. قال لك الدم اللي داخل السكيلتال ماسل او اي تيشو بيبقى فيه اكسجين 19، بيطلع منه الاكسجين فيه 14. قال لك يعني كده العضله دي خدت قد ايه من الاكسجين؟ عملت حاجه اسمها اوكسجين اكستراكشن. قد ايه؟ شدت 5. صح؟ طيب قال لك بقى الدم اللي داخل في الكورونري برضه بيبقى داخل 19، ما هم كلهم جايين من نفس المصدر، بس نبص على الاكسجين اللي طالع منه نلاقيه بقى 5. يعني دخل كام؟ 14. يبقى الاكسجين اكستراكشن كام؟ 14. لا فهمني كده يا دكتور، انا هقارن ما بين سكيليتال وكارديك. حلو؟ هي بيجي لها دم وانا بيجي لي دم.
حلو. الدم اللي بيجي لي كدم اكتر منها صح كده؟ ده اول فرق. انا بيجي لها 84 مللي لكل 100 جرام مني، وهي بيجي لها 2.7 لكل 100 جرام ايه منها. ده اول فرق. يبقى اللي داخل لي كتير ولا لا؟ طيب هل انا بكتفي كمان ان داخل لي كتير؟ لا، ده انا بنص الاكسجين اللي جواه، بدل ما يخش لي 19 اكسجينيه اطلعهم خمسه، يبقى بنص الاكسجين اكتر منها. هي اللي داخلها 19 تطلع 14، يعني خليت خمسه بس اكسجين، انا خدت 14 اكسجين. فده يفهمك قد ايه الاوكسجين اكستراكشن هنا قوي. يقول لك الاوكسجين اكستراكشن في اي تيشو، اي تيشو بيوصل 20% 25%، لكن في القلب 75% 70%. حلو. يعني انا داخل لي دم كتير وبمص منه ايه؟ اكسجين كتير عن اي عضله. حلو. طيب ده اول ميزه عن بقيه مين؟ سكيلت المصري. يقول لك ده في وضع ريست، انا دلوقتي في وضع ريست، داخل لي دم كتير وباخد اكسجين اكستراكشن ايه كتير. يقول لك بتوصل ل 70%. هل ده في كل الجسم 70%؟ لا طبعا. الاكسجين اكستراكشن لو رجعت ها شابتر الريسبيراتوري كان حوالي 20-25%. يعني كل الجسم بيمص 25% من الاكسجين اللي داخل له. يعني لو داخل له 20 ياخد منه 5، لكن انت بتمص كام؟ 75%. يعني لو داخل لي 20 اخد منه 15. تخيلين الفرق؟ حلو. طيب يبقى انا داخل لي كتير وبمص اكسجين كتير. طيب حلوه. ده وقت ريست. طب وقت اكسرسايز. وقت الاكسرسايز يا جماعه عضلات الجسم بتعمل حركه رهيبه قوي، مش هي قدامها اكسجين تقوم واخده بزياده شويه؟ يعني هي بتاخد 25% تقوم مزوده الاكستراكشن بتاعها مثلا يوصل 50%. حلو كده. يعني الاكستراكشن بتاع العضلات يزيد، لان هي اصلا بتاخد ربع الاكسجين اللي داخلها صح. لكن انا كورونري ديزيز هل هعرف ازود عن 75%؟ مش هعرف. وبالتالي يقول لك ايه؟ يقول لك ديورنج اكسرسايز الكورونري فيسل مش زي بقيه الجسم، بقيه الجسم يزود الاكسجين اكستراكشن، لكن الكورونري ما تعرفش تعمل اكستراكشن قوي، لان لو هي اوريدي عامله ايه؟ اكستراكشن. طب الحل ايه؟ قال لك مش حل غير ما احنا نعمل فازو دايليتيشن وندخل لها دم كتير. خلاص. فهو ده اللي جاب في الامتحان. في الريست الاكستراكشن بتاع الكورونري قوي، فده اللي بيخليها فارقه عن بقيه مين؟ العضلات. لكن ديورنج اكسرسايز ما هعمل ايه تاني؟ ما انا بنص 75%. فبالتالي مش هعرف ازود في الاكستراكشن. هطلع الدم ما فيهوش اكسجين خالص، يعني انتوا متخيلين ان الدم داخل لي فيه 20 جزيئة اكسجين هطلعها فاضي؟ ما ينفعش، ما ينفعش الدم يبقى فاضي اكسجين. فغصب عني مش هقدر اشد عن كده، فالحل ان احنا نزود مين؟ الكورونري بلاد فلو، فيحصل فازو دايليتيشن. هو ده السؤال اللي جاي. يبقى في الاكسرسايز بنعتمد على زياده الكورونري بلاد فلو، لكن في وقت الريسك بنعتمد اكتر وبنتفوق في الايه؟ في الاوكسجين اكستراكشن. انتوا ده الكورونري ما فيهوش معلومات زايده ثانيه، والبلمونري ما فيهوش معلومات زايده ثانيه غير ان البلمونري بريشر مختلف عن السيستميك بريشر والريزيستنس مختلفه وكلام. البلمونري يا جماعه البريشر بتاع البلمونري حوالي سدس البريشر اللي موجود فين؟ في السيستميك. حوالي سدسه. مش احنا قلنا البريشر بتاع البلمونري 25/10 وبتاع الجسم كام؟ 120/80. حلو. فبيقول لك البريشر بتاع البلمونري المتوسط بتاعه حوالي سدس المتوسط اللي في ايه؟ في السيستميك سيركيوليشن. حلو. طيب المعلومه الثانيه بس كتبها في وسط الكلام، بيقول لك ان البلمونري سيركيوليشن ريزيستنس مش بتعتمد على الارتيول، بتعتمد على الكابيلاري. ايه ده؟ ايه ده؟ فاكر لما خدنا سيستميك سيركيوليشن؟ فاكر لما خدنا ان في حاجه اسمها ارتيول وبعدين كابيلاري؟ والارتيول ديت هي اللي فيها السموث ماسل؟ وكنا بنقول الريزيستنس بيبقى مين فين؟ عشان مين؟ طب اصلا البلمونري حلو كده؟ بيقول لك ما بتعتمدش الريزيستنس بتاعتها ما بتعتمدش على الارتيريول. طب ما انا لسه واخدها شويه. ليه؟ لان الريزيستنس بتاع البلمونري بتعتمد على اللنج فوليوم اللي لسه قايلينه. صح؟ الريزيستنس مني ما كل ده كنا بنتكلم على التوتال بلمونري ايه؟ الريزيستنس مش بتعتمد انت عملت في الارتريول كونستريكشن ولا دايليتيشن زي بقيه الايه؟ الجسم. ده بتعتمد مين اللي على اللنج ايه؟ فوليوم.
واللانج فوليوم كل ما يتغير يضغط على الكابيلاري يسدها. فبيقول لك الريزيستنس من اللي في البلمونري، الريزيستنس بتاع البلمونري بتبقى من اللي على مستوى مين؟ الكابيلاري، مش على مستوى مين؟ لان كل الجسم ريزيستنس في الارتريول الا دي فين؟ في الكابيلاري. لان البلمونري يا جماعه قلنا بتعتمد على اللانج فوليوم، واللانج فوليوم لو زاد او قلت تضغط على الفيسل اللي حواليها، الفيسل اللي حواليها الكابيلاري، فتضغط على الكابيلاري يا تسدها يا تفتحها، يبقى الريزيستنس بتاعتنا فين؟ في الكابيلاري، عشان بتعتمد على اللانج فوليوم مش عشان الكابيلاري كاسموس مصر. لان احنا اتفقنا برضو في اول حصه ان الكابيلاري والفينيول ما فيهمش اصلا مين، فهتيجي تخيل هو الريزيستنس جت منين؟ ما يبقاش في مصر، اقول لك ما مش بسبب اسمه في مصر، ده بسبب اللانج فوليوم اللي زائد على الكابيلاري، هو ده اللي بيعمل لي ريزيستنس، مش فكره الارتريول اللي فيها ريزيستنس. يبقى التوتال بالمونري ريزيستنس بتعتمد مني على الكابيلاري مش على الارتريول، وده احنا شرحناه في القصه بتاع مين؟ اللانج فوليوم. فهمتوها؟ ادي الثلاثه سيركل. ناخد الحته بقى بتاع الكابيلاري والفينوس والليمفاتيك والايديم، تمام؟ الاربعه دول مع بعض كده، حلو. طب انتوا معاكوا ورق الحصه؟ طب هاتي ورق اسئله، مش ورق اسئله، معاكوا ورق اسئله؟ بصوا كده، اسمع السؤال، اسمع السؤال ورد معايا، اسمع السؤال. يلا يا جماعه بص، يقول لك كونسيرنينج اللي هو صفحه 9 اللي هي السكيوريشن، اسئله السكيوريشن. حضرتك بعتها على جروب. طب اسمعوا اسمعوا، ده هم ثلاث اسئله يعني او اربعه مش حاجه. ده ورق اسئله بتاع الفاسكولار اللي انا حاطط لكم على الجروب ونزلت لكم في مكتبه مصر. بص كده معايا، طب اسمع اسمع قدام، يقول لك كونسيرنينج بالمونري سكيوريشن. اهو السؤال اللي قلت لكم عليه. بالمونري فاسكولار ريزيستنس از مينيمال ات فانكشن ريزيدوال كاباسيتي. صح؟ طب اللي بعدها بالمونري فاسكولار ريزيستنس از مينيمال ات توتال لانج كاباسيتي. ده عالي مش مينيمال. طيب بالمونري فاسكولار ريزيستنس از مينيمال ات ريزيدوال فوليوم. غلط برضه. يبقى الوحيده اللي صح مين؟ طب نكمل الحاجات. بالمونري ارتريول كونستريكت ان ريسبونس تو لو بي او 2. لما يبقى لو بي او 2 ها كونستريكت ان ريسبونس تو لو بي او 2. واللي بعدها سمباثيك ستيميليشن ديكريز بالمونري فلو، بالمونري بلاد فلو. ها بالمونري دي يعني سمباثيك ستيميليشن ديكريز بالمونري بلاد فلو. طب سيب السؤال ده راجعه بس تاني اتاكد انه صح. هراجعه من السورس بتاعه اللي هو 37. ايه؟ هو مختار اول واحده بس انا هتاكد من بقيه الايه؟ بقيت الاختيارات اللي تحت ماشي؟ سواء انا لما اروح كده ادور انا كنت جايبه منين؟ وغالبا جبت امتحان. هتاكد من الاثنين اللي تحت دول واشوف الاجابه كام. طيب concerning pulmonary circulation all of the following aspect are correct except يعني هو عايز الغلط. pulmonary blood vessel are small and have little smooth muscle. يعني اعتبرها صح. بريشر ان بالمونري سيركيوليشن از اباوت 6 تايم سيستميك سيركيوليشن. طيب بيقول لك مايوكارديال بلاد فلو تو ذا ليفت فنتركل
increased by all of the following except تاني myocardial blood flow في left ventricle increased by all of the following except يعني عايز ايه اللي الوقت ما بيزيدش فيه ايه coronary blood flow يعني early stop اهو هو بيتكلم على left ولا right ventricle بس السؤال ده مشتق من حاجتين هو بيتكلم على left ventricle طيب في السيستول الليفت فينتريكل ماله بصفر حلو كده يبقى بيقول لك انكريز باي اول اكسبت السيستول صح تمام كاتب بص بقى تاني اختيار ايه مايكارديال هايبوكسي فاي واحد في الدنيا يقول لك مايكارديال هايبوكسي دي يعني العضله بايظه بقى وبتاع لا ما هو مايكارديال هايبوكسيا ده يعمل فازو دايلاتيشن حلو اندوثيليال سيكريشن اوف نايتريك اوكسايد مع النايتريك اوكسايد برضه بتعمل ايه فازو دايلاتيشن استيميليشن اوف سمباثيتك تو ذا هارت وقال لك الهارت اهو مش يبقى غالبا ده هيعمل برضه المحصله فازو ايه دايلاتيشن اندوثيليال سيكريشن اوف بروستوسايكلين برضه فازو يبقى هي الوحيده اللي تنفع يمين ايه ميتابوليك ريجوليشن ده سؤال يعني اكمل يعني او يعني نقط يعني بيقول لك ميتابوليك ريجوليشن اوف كورونري بلاد فلو قول لي الميتابولايتس قول لي الميكانيزم قول لي الريزلت الميتابولايتس زياده CO2 زياده بوتاسيوم زياده لاكتيت عارف ايه نقص CO2 دي اللي هي الميتابولايتس خلاص ايه الميكانيزم حلو بيروح الميتابولايتس دي بتعمل ايه فازو دايلاتيشن هي لها ميكانيزم على فكره انها بتشتغل تقريبا على سايكل جي ام بي او حاجه كده شوفوا كده في الكتاب سايكل جي ام بي صح ايه لا لا ميكانيزم ايوه هي ايه بص كده اكتيفيت اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل ركز كده ايه دي اللي انا عايزها بص كده يا جماعه هو بيقول لك الميتابولايتس بتعمل ايه فازوديليتيشن معروف يعني الميتابولايتس دي هتكتب والريزلت فازوديليتيشن معروفه هو كاتب بقى في النص عايز نقطه ثانيه ميكانيزم ازاي الميتابولايتس بتعمل فازو دايلاتيشن فهو كاتب ايه بقى هتكتب ايه هتقول له لانها الميتابولايتس بتفتح حاجه اسمها اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل كده اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل ايه اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل دي ها البوتاسيوم شانل ده بيعمل ايه يا جماعه بيطلع البوتاسيوم بره فيعمل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن ده بيعمل ريلاكسيشن في العضلات فيقوم يحصل فازو دايلاتيشن يبقى تكتب له كده ايه الميكانيزم بتاع الميتابولايتس يا جماعه هتقول له كده الميتابولايتس اللي احنا عارفينها بتروح تستيميليت حاجه اسمها اي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم اتشانل طب دي بتعمل ايه دي بتعمل هايبر بولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن ده بيعمل ايه بيريلاكس السموث ماسل اللي موجوده في الجدار فلما يريلاكس السموث ماسل اللي في الجدار يحصل ايه برضه هو عايز الميتابولايتس وعايز الريسبونس وعايز الميكانيزم فهمتوا دي هب دي فادي بقى الواحد لو نس نقطه لو حل سؤال ايه النقطه تنور في عينيه يعني اديكم مثال اديكم مثال هو احنا معلش السؤال ده احنا عمرك ما تتخيل انه يسيب التوتال لانج كاباسيتي اللي قاعد يحرق فيها ويسيب الريزيدوال فوليوم يعني ويجيب لك على الفانكشن زيرو كاباسيتي عمرك ما تتخيلها يعني تمام السؤال ده انت كلنا حافظين ان الميتابولايتس تعمل فازو دايلاتيشن ومش عارف ايه هل احنا ناخد بالنا من النقطه الصغيره دي
ودي ودي زي ما اقول لكم فايده انك ايه ها نحل ونجيب الاسئله وكده تمام. قال يا عم الاربع اسئله بس اللي انا عايزكم تركزوا عليهم خلاص. على الكورونيز لكن على الهارت يبقى بيتكلم في عام يبقى دايناميك. على الكورونري كونستريكشن قلت لك بيشغل الهارت فيطلع من الكورونري فيعمل دايناميك والدايناميكس اوف كونستريكشن. اعتقد يا جماعه موضوع السيركيليشن اللي كانت قلقانه يعني فهمنا ايه التكات اللي فيها والدنيا شويه. سمك ايه؟ 16 رايح. كم؟ 16 رايح. لا مفيش لسه. مفيش لسه عشان نحس الدكتور مش فاهم. تمام؟ ركزوا بقى معايا. لانك فاجئت بالحصه انا حطيت حتى 8 ونص على اساس اني احط 11 و 12 11 ونص و 12 كنت حاطط 8 ونص فلقيت عم حاطط 11 ونص وانا كنت غيرت 9 ونص لو جيت غيرت الصبح طبعا مش يعني الناس بتزعل قلت خلاص زي ما اتفقنا. المهم كابيلاريز عايزين ناخد بقى درس الكابيلاريز بسهوله كده والفينوس والليمفاتيك مع بعض كده ويبقى انت باقي لك ايه؟ شوك صح؟ اه يبقى الشوك والشوك دي سهله يعني اعتقد سهله. الكابيلاريز بص كده يا جماعه كابيلاريز تعالى بقى ندرس الكابيلاري لوحدها بيقول لك الدم اللي داخل من الارتريول ادي الارتريول اهو والمفروض يطلع من الفينيوز الارتريول اخر حته فيه اسمها ايه؟ بيقعد يتقسم كده ويديك حاجات اصغر اسمها ميتا ارتريول. الميتا ارتريول دي هي اللي بتديك الكابيلاريز. فلو جيت انت رسمت بقى ما بين الفينيول كده والميتا ارتريول هي مين؟ دي الكابيلاريز. ادي الكابيلاريز. طيب قال لك الميتا ارتريول دي هي اللي حواليها سموث ماسل هي الارتريول صح؟ مش احنا اتفقين الريزيستنس عندنا في الارتريول يعني حواليها مين؟ سموث ماسل. وفي سموث ماسل كده في بدايه الكابيلاري اهي بيقولوا عليها ايه؟ بري كابيلاري سفنج. حلو دي اول نقطه. بيقول لك بقى لو قفلت السفنكتر اللي هنا والسفنكتر اللي هنا والسفنكتر اللي هنا في فيسل بتبقى واصله ما بين البنيول ومين؟ والارتريول عامله كده اهي. يعني في فيسل دايركت كده بيبقى واصل ما بين الميتا ارتريول وما بين مين؟ البنيوز. وعلى بدايه الكابيلا الجانبيه دي بيبقى في مين؟ سفنكتر كده. فبيقول لك لو انت قفلت السفنكتر دول مش هيبقى لك غير مين؟ غير الطريق اللي في النص ده. الطريق اللي في النص ده اسمه ثرو ثرو جال ثرو ايه؟ ثرو جال بيزنس ثرو فير ثرو فار بيزنس. المهم يعني المهم عايز اقول لك ايه؟ بص كده يا جماعه عشان نظبط الرسم عشان بس الناس تتخيلها الكابيلا اللي بتبقى طالعه كده والكابيلا اللي طالعه كده اهيت وادي الميتا ارتريول اهوت. الميتا ارتريول ده يا جماعه لو مشيت دايركت كده هتوصل لسروف السروف بس السروف بس دي هتوصلك على مين؟ على الفينيوس. بص بقى بيبقى في بدايه الكابيلا دي كده سفنكتر اسمها بري كابيلا ايه؟ سفنكتر. فبيقول لك لو انت قفلت البري كابيلا سفنكتر دول الدم مش هيعدي في الكابيلا الجانبيه وهيعدي في طريق واحد اللي هو السروفال بيزنس. ده يفهمك حاجه يفهمك ان مش شرط الكابيلا تبقى مفتوحه. يعني
الكابيلا يا جماعه مش في كل الجسم مفتوح على مصراعيه، في بعض الاماكن في بعض الظروف الكابيلا ممكن تتقفل. تقفل ازاي؟ انك تقفل السفنكتر دول. فلو قفلت السفنكتر دول يبقى الطرق الجانبيه دي كلها اتقفلت، يبقى انت ما قدامكش غير الارتريول يعدي على طول على الفينيول عن طريق السروف فارس. ده يفهمك، بس هو عايز يفهمك ان الكابيلا يا جماعه مش شرط كل وقت تبقى اوبن، في اوقات بتبقى ايه؟ كلوز، وفي اوقات بتبقى اوبن. عشان تبقى اوبن بتفتح السفنكتر ده، تبقى كلوز بتقفل مين؟ ده اللي هو عايز يوصله لك. المهم بعيدا عن القصه دي، تعالى بقى هات لي الكابيلاري من دول ونكبره كده ونشوف قصته ايه. ادي الكابيلاري اهو، الكابيلاري ده اوله هنا الارتريول فهتكون عليه ارتريال اند، واخره هنا الفينيول فهتكون عليه ايه؟ فينوس اند. سؤال، هو الضغط في جوه الكابيلاري بكام؟ ارجع كده، الضغط في السيركيوليشن، الضغط كان في السيركيشن 120 80، وقلت لك التانيه ال 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 لغايه ما يوصل هنا عند بدايه الكابيلاري 35 او 37، وتانيه ال 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 لغايه ما يوصل عند النهايه 15 او 17. يبقى الضغط هنا يا دكتور 37، وفي بعض الكتب تكتبه 35، والضغط هنا يا دكتور 17، وفي بعض الكتب تكتبه 15. عايز تقول يا دكتور ده ضغط ايه ده؟ ده ضغط الدم اللي جاي من القلب، اللي كان وهو عند القلب فوق 120 كام؟ واللي هيبقى في الفينوس سيستم بعد شويه عند القلب فوق بصفر. الضغط اللي جاي من القلب من فوق هو ده اللي هو بيقول عليه هيدروستاتيك بريشر. يبقى الضغط ده بيقولوا عليه ايه؟ كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. يبقى الضغط ده جاي منين؟ جاي منين الضغط ده يا جماعه؟ ضغط القلب، ضغط مش القلب زائد من فوق. على ما بيوصل الكباري بيبقى الرقم ده في البدايه، وفي النهايه بيبقى كام؟ 15. وعشان كده بيقول لك المتوسط 25. المتوسط، متوسط ما هو 35 و15 لو جمعتهم وقسمتهم على 2 يعني المتوسط هيبقى 225. حلو؟ طيب، قال لك طب مش الكباري دي يا دكتور فيها بلازما بروتين؟ طيب البلازما بروتين اهي. المتعارف عليه ان البلازما بروتين دي بتخرج اصلا من الكابيلاري ولا ما بتخرجش؟ ما بتخرجش، صح؟ ما تعرفش تعدي، وبالتالي موجوده على طول جوه مين؟ الكابيلاري المعروف يعني. وبالتالي البلازما بروتين دي بيبقى لها بريشر اسمه اوزموتيك بريشر، اللي احنا بنطلق عليه هنا اونكوتيك بريشر. طيب البريشر ده مقداره كام يا دكتور؟ قال لك 25. طب يا دكتور البريشر ده هيعمل ايه يعني؟ قال لك هيشفط الميه من حواليها. يعني البلازما بروتين اللي هنا هتشفط الميه من الجانبين، من هنا ومن هنا. فاهمينها؟ يبقى تاني البلازما بروتين دي جوه الوعاء تقوم شافطه الميه بالاسموزس. شافطه الميه بقوه قد ايه اسمها اوزموتيك بريشر او انكوتيك بريشر؟ الانكوتيك بريشر مقدارها كام؟ 25. اما لو خدت بالك ضغط الكابيلاري اللي هنا 35 وهنا 15 او 37 و17 هيزق الميه ولا يشفط الميه؟ لا، ده لو في ميه هنا البريشر ده يحاول ايه؟ يزقها كده. ولو في ميه هنا البريشر ده يحاول ايه؟ يبقى اتجاه الدفع مختلف ولا مش مختلف؟ مختلف. سهله كده؟ يبقى في حاجه اسمها كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، في حاجه اسمها كابيلاري اونكوتيك بريشر. الانكوتيك بريشر قال الكابيلا ده يا جماعه الضغط هو جاي من القلب بيزق الميه حوالي عند البدايه بمقدار كام؟ 37، وعند النهايه بمقدار كام؟ 17. هو في المرحلتين بيزق بين مقدار 17 ومقدار 17، لكن البلازما بروتين اللي جوه الكابيلا سواء عند البدايه ولا النهايه ما بتختلفش كتير، لان غالبا ثابته، غالبا ولو ان هيحصل فيها اختلاف بس عشان لو حد قرا في حته ثانيه، هي غالبا ثابته وبتشد هنا بمقدار 25 وبتشد هنا بمقدار 25، لان كده كده البلازما بروتين ما بتطلعش ورا الكابيلا، فيبقى القوه هنا زي ما ايه؟ شبه هنا. طيب ده بالنسبه للكابيلا، هو الكابيلا دي مش حواليها يا جماعه تيشو؟ ها؟ حواليها تيشو، يعني في هنا تيشو ولا مفيش؟ اهو هنا في تيشو اهو، وفي هنا تيشو ولا مفيش؟ في تيشو. طب يا دكتور طب ما هي التيشو دي هي كمان باعتبار يعني ان فيها بروتين فلها برضه اونكوتيك بريشر، واعتبار ان هي كمان فيها شويه فلويد
وفي شويه ضغط خفيف فيها فيبقى لها برضو ايه هايبرستاتيك بريشر. طب يا دكتور ايه ده انا مش متخيل. ما هو بص اسمع الارقام اللي هيتكلم عليها. الكوتيك بريشر بكام في التيشو؟ بكام؟ زيرو. طب الهايبرستاتيك بريشر بكام؟ بواحد. يعني ارقام ضئيله. يبقى انت عندك حق في تصورك ان ايه حاجه هبل صح كده. يبقى التيشو اللي حواليك دي هي كمان تقدر بتحاول تزقك بمقدار واحد وبتحاول تسقط منك بمقدار صفر. طب ليه مش بتعرف تسقط؟ لان ما فيهاش بلازما بروتين صح كده. وبالتالي بتزق بمقدار واحد وبتسقط بمقدار صفر. طيب تعالى بقى عند البدايه والنهايه. بص كده ايه اللي هيحصل ناحيتك. تعالى نقسم الرسمه نصين عند بدايه الكابيلاري ونهايه الكابيلاري. حلو. عندي كابيلاري هيدروستاتيك بريشر وكابيلاري اونكوتيك بريشر وعندي تيشو هيدروستاتيك بريشر وتيشو اونكوتيك بريشر. طيب تعالى عشان نحط اختصارات. يعني كابيلاري بتبدا بالسي صح؟ كابيلاري بتبدا بالسي وتيشو دي اللي هي الانترستيشن في الليبر. فالتيشو قصدي بيها اللي هي الانترستيشن. فبتبدا بايه؟ بالاي. حلو. يبقى عندي سي وعندي اي. طيب عندي هيدروستاتيك بريشر وعندي اونكوتيك مين بريشر. عايزين نعمل شويه اختصارات بقى. الاونكوتيك بريشر والهيدروستاتيك. الهيدروستاتيك ده البريشر الاساسي صح؟ فنعمله بفي. طب والاونكوتيك نخليه بحاجه ثانيه نخليه بباي. دي اختصارات. طب تعالى بقى نطبق الكلام ده على اللي احنا بنقوله هنا. الكابيلاري هرسم الرسمه اهي. الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ب 37 صح؟ كابيلاري هيدروستاتيك. كابيلاري هيدروستاتيك يبقى بي سي بكام؟ 37. طيب الكابيلاري اونكوتيك. الكابيلاري اونكوتيك اللي هي باي سي مقدارها كام؟ 25. ده بيزق كده وده بيسحب ايه؟ كده. سهل؟ طب تعالى بقى على التيشو. ادي التيشو هنا ايه؟ التيشو لها هيدروستاتيك ولها ايه؟ لو بي اي بي يعني هيدروستاتيك اي قلنا ده بكام؟ بواحد. طب ده يزق ولا يشد؟ بيزق كده. طيب الاي اللي هي الانترستيشن اونكوتيك باي اهو يبقى الانترستيشن اونكوتيك قلنا ده تقريبا بكام؟ بزيرو. المفروض يشد لكن هو اصلا مش موجود لان مفيش بلازما بروتين في التيشو. حلو. طب تعالى نشوف عند الفينوس اند ايه الدنيا. يعني نكمل الرسمه كده ونشوف عند الفينوس اند ايه الدنيا. حلو. خلي الارتريال اند لون احمر عشان بس تتخيله شويه اهو. ادي الارتريال اند وادي الفينوس اند. تاني تعالى نعيد نفس الكلام. هو ايه اللي اتغير اصلا؟ ايه اللي اتغير؟ يعني هل التيشو اتغيرت؟ هل التيشو اتغيرت؟ هل الهيدروستاتيك بريشر بتاعها اتغير اللي بواحد؟ اللي بيزق كده بمقدار واحد؟ هل الانكوتيك بريشر اللي بصفر اتغير؟ اللي عايز يسقط كده اللي هو اصلا مهمل؟ بلاش. هل البلازما انكوتيك بريشر اتغير اللي هو بمقدار 25؟ البلازما بروتين اتغيرت في حاجه؟ لا. اللي هي نفسها تشد كده؟ لا. طب هل الهيدروستاتيك بريشر ده اتغير؟ هو ده الوحيد اللي اتغير. بقى بكام بقى هنا يا دكتور؟ قلنا ب 17 اهو. طب تعالى نشوف كده الوضع ايه. تعالى نحسب القوة النهائية بكام؟ هنا بزق بره بكام؟ 37 ناقص السهمين دول في الاتجاه ده صح؟ واحد كام؟ واحد كام؟ يبقى واحد ده بيزق كده وده بيزق كده صح؟ اهو الاثنين دول اجمعهم على بعض. واحد و25 كام؟ حلو؟ 26. طب هنا ده مهمل اصلا. حلو كده؟ يبقى 37 ناقص كام؟ مثلا قول كام؟ 11. طب تعالى الناحيه الثانيه. طب ال 11 دي في انهي اتجاه؟ يعني مين الكسب؟ السهم اللي الناحيه دي كسبه؟ الاثنين دول كسبوا ولا الكبير ده هو اللي كسب؟ يبقى اتجاه السهم كده. يبقى قوه 11 اتجاهها ازاي؟
تبدع. صح؟ يبقى المحصلة عند الأرتيريا إن هزق كده بمقدار كام؟ دي المحصلة. يعني تخيل بقى التشو، قصدي المادة اللي جوه في الدم دي، لو أنا أحط نفسك أنت يعني كدكتور مكان المادة اللي جوه الدم، في أربع قوى قاعدين يشدوا فيها وإيه؟ ويزقوا فيها، أربع قوى. الهيدروستاتيك قاعد يزقها، والكنت تقول لا لا تعالي، والتشو قاعد يقول لا لا خدي لا تعالي، أربعة قاعدين يشدوا فيه. لكن المحصلة إيه بقى؟ إن القوة الغالبية هتبقى هتزقها بمقدار كام؟ قوة الهيدروستاتيك. فهمتوا؟ طب تعالى الناحية التانية. ده اتجاهه كده كام؟ 17. طب الاثنين دول اتجاههم ايه؟ كده اهو 25 وكام برضو؟ 1. يبقى كام؟ طيب اول حاجه 26 و17 كام؟ 9. صح؟ طب ركز كده معايا، مين كسب؟ ده ولا دول؟ دول بقى اللي كسب. يبقى اتجاه القوه اللي 9 في اي اتجاه؟ يبقى المادة اللي كانت عند الأرتيريا الإن محصلة القوة اللي عليها أربعة قاعدة يشدوا ويزقوها ويعملوها وبتاع، وهتطلع بره بقوة 11، بتيجي عند الفينوس إن محصلة القوة 9 بس الإيه؟ لجوه الكبد. يبقى وهي هناك كانت محصلة القوة بره الكبد، وهنا محصلة القوة الإيه؟ لجوه الكبد. هو دي الفكرة بقى. طيب اذا الماده بيحصل لها ايه؟ فلتريشن عند الارتيريا الفقع، وتروح للتشو، التشو تاخد اللي هي عايزاه. يعني بص كده الدم بيجي من هنا، يوم الدم واقع هنا فين؟ في التشو. التشو تاخد اللي هي عايزاه، هلاقي تاني في التشو، ها يوم راجع تاني يحصل له دي ابزوربشن عند الدنيا فين. هتقول يا دكتور حلو قوي انت بتقول كلام زي الفل، يبقى الماده دلوقتي بتيجي تقع عند الارتيريا الان، التشو تاخد اللي هي محتاجاه، وتيجي عند الفينوس ان تتشد تاني بمقدار كام؟ 9. بس يا دكتور الاثنين مش متساويين. طب ما كده هيظل شويه فلويد جوه مين؟ عندك حق، وده ممكن يعمل لي تورم في التشو، إديمة، ودي مشكله كبيره. طب ونحلها ازاي؟ قال لك ما هو في بقى طريق تاني اكسسوري اسمه الليمفاتيك. اللي فاتت ده يعمل ايه؟ شويه الفلويد اللي اتبقوا هنا يسحبهم ويرجعهم تاني مين؟ السيركيوليشن. انت هات دي بيقول عليها الفورسز او القوى الاربعه دول، بيقولوا عليها الستارلينج فورسز او اللي هي الهيدروستاتيك بريشر والكوتيك بريشر بتاع الكبد وبتاع التيشو، بيقول عليها الستارلينج فورسز. خلاص؟ طيب اذا يا دكتور، اذا بقى عايز اعرف، ارجع بقى لزمان شويه وقول لي هي انتقال المواد من الكابيلاري للتيشو، لان احنا اتفقنا في اول حصه ان الكابيلاري دي فيها مستين، لارج سيرفيس اريا ولو فيلوسيتي، وده بيمكنها انها تعمل ايه؟ اكستشينج كويس. حلو؟ طيب اذا يا دكتور الاكستشينج في الكابيلاري ده بيتم بكام طريقه؟ اول طريقه اللي احنا قلناها الطريقه اسمها ايه؟ حد عارف؟ اسمها بالك فلو. يعني ايه بالك فلو؟ اللي هو ديفيوجن اندر بريشر. خدتوها زمان في سنه اولى. ايه البالك فلو ده؟ الستارلينج فورس اللي احنا قلنا عليها دي، والقوه اللي بتزق والقوه اللي بتشد، دي طريقه الاكستشينج ما بين البلازما، ما بين الدم وما بين مين؟ ده اول عامل بيفرق معايا في الكابيلر ويخلي فيه اكستشينج. اللي انا بشرحه ده كله كان اسمه البلك فلو. حلو؟ طب في طرق ثانيه يا دكتور بيحصل فيها اكستشينج؟ خدناها زمان بقى في سنه اولى، اللي هم الديفيوجن والميزيكولار ترانسبورت والكلام ده خدناه قبل كده. دي طرق ثانيه برضه بتتحمل بانتقال المواد. يعني سؤال، لو الماده تركيزها عالي في البلازما بمقدار مثلا 150 وفي التشو مقدارها 3، مش هتعدي بسهوله؟ اكيد هتفرق عن ماده ثانيه مقدارها 150 في الدم و150 في التشو. صح؟ يبقى التعبئه مش بس بيتحكم فيها الضغوطات دي، الضغوطات دي اللي قلنا عليها البارك فلو، والقوه الاربعه دول بنقول عليهم الستارلينج فورس اللي بيحركوا المواد ما بين الدم وما بين التشو، دي قوه
وقوة مميزة جدا في الكبريت. لكن في طرق تانية بتفرق معايا في تعدية المادة زي الديفيوجن وزي الفيزيكال ترانسبورت. لو المادة كبيرة قوي، لو المادة كبيرة قوي مش هعرف اعديها لا بالضغط ولا بغيره، فالحل اللي انا ابلعها واعملها اندوسيتوزس واخش ادخلها واعملها ايه اكزوسيتوزس اللي انت خدته زمان في سنة اولى، اللي هو لو قلت انا دلوقتي الجدار اهو وفي مادة دلوقتي تخينة هنا جوه الايه الكبريت، طب انا اتحكم بيها ازاي؟ انا مش عارف اعديها باي ميكانيزم، لا بالك فلو ولا بالديفيوجن. اقوم عامل ايه؟ اقوم واخدها للاندوسيتوزس ومدخلها جوايا الجدار واقوم راميها للتشو بالايه بالاكزوسيتوزس. هو ده اللي بس خدناه زمان بس الديفيوجن. يعني في قوه ثانيه بتتحكم في مرور المواد غير القصه دي البالك فلو، هي دي المميزه هنا لان هي دي اللي ايه مختلفه، دي اللي احنا ما درسناهاش. لكن الديفيوجن ما احنا خدناه بقى زمان، لو انت قريت ورقه سهل والديفيوجن ترانسبورت احنا في النزله تمام. فهمت القصه بتاع الباك فلو دي؟ طيب ايه بقى يا دكتور حوار الفيروس اند والليمفاتيك اند؟ طيب قبل ما ناخد الفيروس اند والليمفاتيك اند، ايه اللي يعمل الإديمة؟ عايزين نجيب حاجه؟ طيب ناخد الإديمة هنا يعني يبقى كله ايه اللي يعمل الإديمة يا جماعه؟ ايه اللي يعمل الإديمة؟ الإديمة يعني التورم. طب انا قلت لك ديفينيشن اوف إديمة يعني ايه؟ اكيموليشن اوف فلويد فين؟ هنا. مش انا قلت لك لو الميه دي ما رجعتش تعمل تورم؟ اي تورم دي يعني إديمة. اكيموليشن اوف فلويد في الانترستيشن او في التيشو يعني ما بين التيشو. حلو؟ طب لو قلت لك قول لي كوزس اوف إديمة. قلت لك دي شويه كوزس اوف هوبل ازاي يعني يا عم؟ هما هوبل فعلا. الهيدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلاري ده اول كوز. الاوكوتيك بريشر بتاع الكابيلاري ده تاني كوز. البرميابيلتي ده تالت ايه؟ كوز. الليمف ده رابع ايه؟ كوز. يبقى هما اربع كوزز هوبل اهم هوبل. خلاص؟ طيب تعال نشوف إيه. طب تعال ناخد السهل. الليمفاتيك دي امتى يحصل اديمه؟ لو الليمفاتيك اتاثرت، يعني الطريق بتاع الليمفاتيك ده قلت لك بياخد الاكسترا فلويد اللي هنا صح؟ بياخد الاكسترا فلويد ويرجعها مين؟ طب افرض يا دكتور عندي الليمفاتيك ده باظ مش هيحصل اديمه؟ فات؟ طب ايه اللي بوظ الليمفاتيك؟ قال لك ممكن كانسر. كانسر ليه؟ ما هو الخلايا السرطانيه يا جماعه بتمشي اسهل انتشار ليها بيبقى عن طريق الدم والليمفاتيك، فبيمشي في الليمفاتيك، فممكن الكانسر سيلز تسد لي الليمفاتيك. وهتفهم الكلام ده لما كده. مش بس كده، هل كانسر بس؟ لا، ده ممكن العمليه السيرجري علاج الكانسر. علاج الكانسر بايه؟ يا بجراحه يا باشعاع. مش احنا عارفين كده؟ علاج الكانسر يا بجراحه يا بايه؟ اشعاع. يعني مثلا هديك سيناريو بسيط، في ست عندها بريست كانسر. حلو؟ بريست كانسر. البريست كانسر ده ورم. الورم ده انتشر راح للاجزله اليمين. لينف نود، سد اللينف نود. ده راح حمايه. يو. ورم ليه؟ لان سد اللينف نود اللي هنا اهي سدها. فطريق الليمفاتيك باظ. فده هيورم ولا ما ورمش؟ ورم، لان الليمفاتيك المفروض بتمشي كده 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 وترجع للقلب. قامت سدته انا من هنا خلاص دراعي ورم. فدي تقول لك انا دراعي مورم. ده ممكن مورم بس من ايه؟ من الكانسر. حلو؟ قام الدكتور الجراح امرح قال لها طب احنا هنعمل عمليه ونشيل لك الورم ونشيل لك الغدد الليمفاويه اللي فيها ايه؟ كانسر. قمت انا رايح شايل لها الورم اللي هنا كله وقمت رايح شايل الغدد الليمفاويه دي كلها. فوانا بشيل الورم وبشيل الغدد الليمفاويه بوظت برضه الطريق الليمفاوي. صح؟ فتيجي بعد عمليه عندها برضه ورم. يبقى ممكن الجراحه نفسها تعمل ايه؟ تعمل ورم. يبقى ممكن الفيسل تتسد بالكانسر. حلو؟ ودي على فكره اشهر حاجه بتحصل للبريست كانسر، ان الست بتجيلك بعد عمليه جراحه ورم. فايه السبب؟ انك عشان تحميها انت خايف عليها، شلت لها كل الليمفاتيك اللي تحت بطنها، اللي الورم منتشر فيه. لكن وانت بتشيل الليمفاتيك ده انت سددتها بالطريق ده. فلما تسدها بالطريق ده الميه اللي جايه من ايديها كلها بتاع الليمفاتيك مش لاقي حته تصرف فيها. فترميها جوه ايديك فتعمل لها ايه؟ اديمه في ايديك. خلاص تقول حلو؟
طب الراديشن هي زيها، لان الراديشن بتعمل فايبروزس تقوم قافلالك مين اللي فاتك. يبقى الست دي بقى يجي لها، بص بقى جالها ورم دراعها لورا، راحت تعمل عمليه دراعها ورم، خلصت العمليه وراحت للدكتور بتاع الاشعاع تاخد بقى تكمل العلاج، لا دراعها ورم. يبقى التورم ممكن في الطريق اللي فاتك باكتر من ايه، من وسيله. وممكن الانفكشن على فكره يبوظ الليمفاتيك. ليه يا دكتور؟ ايه علاقه الانفكشن بالموضوع؟ لان هتعرف يا جماعه ان الليمفاتيك ده ربنا حطت لك فيها حاجه اسمها ليمف نود، عقد ليمفاويه. العقد الليمفاويه دي بتبقى فيها خلايا مناعيه كتيره، فاي انفكشن بيعدي هنا الخلايا المناعيه بيحصل حرب هنا في الليمفاتيك سيستم. في هنا يا جماعه خلايا مناعيه محصوره هنا في حاجه اسمها العقد الليمفاويه، فاي التهابات هنا يا جماعه، اي بكتيريا هنا تيجي تمشي 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 تلاقي حرب في الليمفاتيك سيستم. فاي انفكشن ممكن يجي يسد لي مين؟ الطريق. حلو؟ واشهر مثال على كده الناس اللي عندهم ده الفيل اللي رجله بتبقى كبيره. الناس دي بقى عندهم دوده في رجلهم او نوع يعني نوع من ال فلاريا. خدتوا الحاجات دي؟ الفلاريا دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتروح تسد الليمفاتيك. طب لما تسد الليمفاتيك رجلي مش عارفه اتصرف، فالتاني في رجلي ايه؟ خلاص؟ طيب ايه البرميابيلتي ده يا دكتور؟ قال لك البرميابيلتي ممكن تورم. طب وليه يا دكتور؟ احسن البرميابيلتي دي بتزيد لما اعمل ايه؟ باص دايلاتيشن. ومين اللي بيخلي الباص دايلاتيشن يحصل؟ قال لك ممكن الالرجي او الانفلاميشن. اشمعنى دول يعني؟ قال لك احسن دول بيطلعوا مواد كيميائيه زي الهستامين والراديكالين وغيرهم وغيرهم. لا فهمني كده يا دكتور، مش انت بعد اي التهابات او اي حاجه في ايدك تحس انها مورمه كده، حاجه عضتك عرصتك كده جت مورم معاك؟ وورم ليه؟ ورم ليه؟ هو دي نوع من الإديمة. ها ورم عشان طلع مواد كيميائيه زي الهستامين والراديكالين وسعت البيسي دي، فلما وسعتها الاخرام اللي فيها اللي ما بين الاندوثيليا سيلز وبعضها وسعت، فقامت الميه وقعت اكتر، فلما الميه وقعت اكتر قام الحته دي ورمت، ايدك ورمت. يبقى البلاد فيسل اللي في المنطقه دي وسعت فوقعت ميه فورمت ايه؟ المنطقه دي. دي بقى بيقول عليها ايه؟ زياده البرميابيلتي. طب ايه اللي زود لك البرميابيلتي؟ قال لك الحساسيه، الالتهابات، اي حاجه يا جماعه بتطلع المواد الكيميائيه دي بتعمل لك ايه؟ تورم. طيب امال ايه الانكوتيك بريشر ده يا دكتور؟ قال لك لو الانكوتيك بريشر قل صح؟ ليه؟ ما هو الانكوتيك بريشر ده اللي بيعمل ايه؟ ده اللي بيشفط الميه للتيشو. طب افرض واحد ما عندوش بلازما بروتين مش عارف يشفط، طب الميه هتستناها فين؟ في التيشو. ولو ثلاثه في التيشو تعمل ايه؟ قديمه. يبقى نقص الانكوتيك بريشر، نقص الانكوتيك بريشر ده معناه نقص بلازما ايه؟ بروتين. طب امتى تنقص البلازما بروتين؟ قال لك يا دكتور يا بلازما بروتين مين اللي بيكونها؟ الليفر. ومين اللي بيحافظ انها ما تقعش من الجسم؟ الكدني. طب افرض بوظت الليفر مش هيكونها، هتقل. طب افرض بوظت الكدني هتقع. يبقى ليفر ديزيز او كدني ديزيز. عشان كده الناس اللي عندهم فشل كلوي، الناس اللي عندهم فشل كلوي لو مورمين، انتوا مورمين ليه يا عم الحاج؟ اللي ما عندهمش بلازما بروتين، فتلاقي جسمهم كله ايه؟ مورم. يبقى مورمين عشان نقص البلازما بروتين، ونقص البلازما بروتين بيقلل من كتله البريشر، وتلاقي الجسم كله مورم، لان طبعا البلازما دي منتشره في كل الكابيلاري بتاع الجسم، فبالتالي الجسم كله بتلاقي ايه؟ مورم. طب يا دكتور امال الهيدروستاتيك بريشر؟ قال لك لو عالي. طب وايه اللي يعلي الهيدروستاتيك بريشر هنا يا جماعه؟ ايه اللي يعلي الهيدروستاتيك بريشر ده وده؟ ايه اللي يعليه؟ ها؟ ايه اللي يعليه؟ ايه رايكم؟ يعني نفترض ادي الكابيلاري اهي، ادي الكابيلاري اهي، قلنا البريشر هنا 37 وهنا كام؟ ايه اللي يعدي لك البريشر هنا او هنا؟ قال لك ايه رايك لو جيت قبله قمت عامل هنا اهو، خلينا بس نغير اللون، قمت عامل قبله في الارتريول هنا ارتريول فازو دايلاتيشن، مش ده هيدخل دم كتير؟ ولو دخل دم كتير هيعلي البريشر ده وده؟ حلو؟ ادي طريقه. يعني زودت فتحت الحنفيه شويه على الكابيلري. طب هل في حاجه تزود لي بريشر ثانيه في الكابيلري؟ قال لك مثلا ايه رايك نقفل الطريق ده؟
نعمل في الفينوس اند دي بازو ايه؟ فالدم برضه هيتحبس هنا. يبقى امتى الدم هنا يزيد؟ وبالتالي البريشر هنا هيزيد. امتى البريشر هنا يزيد او الدم يزيد؟ لما تفتح له الحنفيه او تقفل له الايه؟ المعكس. يبقى تفتح له الحنفيه يعني تعمل ارتيدول فازو دايليتيشن هيدخل لك دم كتير فالريدستور البريشر يزيد. او تقفل المعكس تعمل فازو ريستركشن في الفينيول فيحبس الدم هنا فبرضه هنا البريشر ايه؟ هل في طريقه ثانيه نعمل بقى فازو ريستركشن للفين؟ اه قال لك مش شرط يعني فازو ريستركشن. ايه رايك لو جت ضغط هنا؟ ثرومبوزس. حلو. هو دكتور الناس اللي بيجي لها جلطه في رجلها اللي بتورم ليه؟ عشان كده الناس اللي بيجي لها ست بعد ما تحمل في بعض الستات بيجي لها ورم يجي لها جلطه في رجلهم. طب رجلها بتورم ليه؟ عشان حضرتك الجلطه سدت الوليد فالدم كله بقى فين؟ في الكبده. فلما الدم يبقى في الكبده يبدا يقع ويحصل فلتريشن كتير فالدنيا هنا في ايه؟ تورم. فهمتوا؟ يبقى الثرومبوزس ممكن يعمل تورم ولا مش ممكن؟ ممكن. طب بلاش خالص. سالت نفسك عيان القلب جسمه بيورم ايه؟ ها؟ ما هو عيان القلب الدم ده في الاخر هيروح لمين؟ للقلب. طب افرض القلب فاشل عنده هارت فيلر ومش عارف يطلع الدم اللي جواه. يبقى بالتالي مش هيعرف ياخد الدم منك. وبالتالي الدم هيتلاقيه مليان فين؟ في الفين. ما يتحركش. فده برضه يزود لي البريشر هنا فده يزود لي مين؟ الإديمة. والعيان ده يجيله إديمة وتلاقي دايما عيان القلب عنده إديمة. طب إيه سبب الإديمة يا دكتور؟ ما هو هارت فيلير مش عارف يطلع يبقى مش عارف ياخد يبقى الدم في السيركيوليشن هيوقف. طب ولو الدم وقف في السيركيوليشن الكبيرة اللي عايزة تدي الفين مش عارفة لأن الدم واقف. تيجي تدي مش عارفة تدي فتقوم الكبيرة المرشحة فين؟ التيشو. فتلاقي التيشو كلها ورمت تلاقي جسم العيان ورم. يبقى عيان القلب يورم، عيان الكبد يورم، عيان الكلى يورم، عيان الحساسيه يورم، عيان الليمفاتيك اوستراكشن يورم، كل ده عيان متورم. ايه اسباب كل واحد اللي احنا بنقولها دي؟ طب ممكن يجيبها لي ازاي يا دكتور؟ ممكن يقول لك مثلا اكسبلين واي هارت فيلير كوز ايديم. تقوم انت قايل له عشان هارت فيلير ده بيقلل الفينوس انترنال راجع للقلب فبالتالي بيزود الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري فبالتالي بيزود الايه؟ الاديما. مثلا يقول لك اكسبلين واي الالرجي كوز اديما. هتقول له عشان الالرجي بيطلع فيها مواد كيميائيه زي الاستامين والبرادكاينين اللي هي بتعمل فاز دايليتيشن فتقوم مزودها البرجمنتي فتقوم عامله ايه؟ يعني ممكن يجي لك السؤال وممكن يجي لك مثلا قول لي انيوريت اربع كوزز مش عارف للاديما تقوم انت قايل له اربع كوز يبقى ممكن يبقى لك الاشكال ايه مختلفه. تمام؟ سهلة؟ فهمتوها يا جماعة ولا إيه؟ ده كده الإديمة. طيب تعالى نشوف السؤال اللي جه عليها إيه في الأسئلة كده. لا لسه لسه معايا. آخر حاجة قبل ما نسيب موضوع الكابيلري بس كان في نقطة نسيناها ونقطة لازم أجيبها لازم الكابيلري الكابيلري ثلاث أنواع ثلاث أنواع نوع اسمه كونتينوس كابيلري ونوع اسمه فينستريت ونوع اسمه ديسكونتينوس او اسم الثاني يا جماعه سينوسويدال ساعات بيجيبها لك بالاسم الثاني كونتينوس وفينستريت وسينوسويدال السؤال ده مشروع بيجي كتير في الامتحان وسؤال سهل ودرجته مضمونه ايه مش احنا من شويه كنا بنقول يعني ايه كونتينوس؟ كونتينوس بيقول لك يعني الكابيلا اللي ده عباره عن اندوثيليال سيلز صح؟ وهنا بيزمنت ايه؟ البريد اندوثيليال سيلز كده انتوا عارفين اكتر مني بقى لان انتوا دارسين استوديو ده اندوثيليال سيلز وايه بيزمنت من البريد قال لك الاندوثيليال سيلز دي بتبقى ماسكه ببعضها هنا بايه؟ تاي شارج فبالتالي التعدية عن طريق الكابيلاري بتبقى صعبه لسه واخدين مثال ايه؟ النهارده
اللي هي مين؟ رب البرية. سر سيلس المخ بيبقى نوع الكابلة اللي فيه ايه؟ كونتينوس. طيب فانا قلت لك الكونتينوس هو ان الاندوثيليال سيلز بيبقى ما بينها تايت جنكشن. فالبرميابيلتي والتعبئه بتبقى صعبه ولا سهله؟ صعبه. لو برميابيلتي يبقى هنا في لو برميابيلتي. وده اشهر مثال ليه واللي دايما يجي في الامتحانات هو فين يا جماعه؟ السين اس. يجي بالك سين اس ماشي اللي هو المخ يعني، برين ماشي، بلاد برين بارير ماشي، ايا كان الاس اي حاجه تبع المخ يبقى كده. طب في حاجه ثانيه يا دكتور كونتينوس زي المخ كده؟ قال لك اه كلمه كالم. كلمه ايه؟ كالم اللي هم مين بقى؟ سين اس واحد. الـ A دي والـ L والـ M. ها؟ الـ إيه؟ الـ Adipositation الدهون. L مفيش غير لانج. M مصر. هل؟ لكن دايما بيسألك على دي. ليه؟ ليه دايما بيسألك على دي؟ عشان هو مصر. هو درسها لك مرة في الكابيلت ورجع عملها في السيلفر سكريشن. فالطبيعي انك هتبقى مذاكرها هنا تبقى مذاكرها هنا. فلما يجي لك وما تحلهاش يبقى انت ما عندكش مبالغة. يبقى هو ده أكتر حاجة. يقول لك نوع الكابيلر في البرين ايه؟ نوع الكابيلر كونتينوس. حلو؟ طيب نوع انفلستريتد دي بقى او ايه ديس كونتينوس؟ قال لك الكابيلر في الحته الثانيه بتبقى عامله كده. ادي الاندوثيليال سيلز بيبقى ما بينها شويه بولز كده فراغات. طيب ولما يبقى في فراغات كده يا جماعه التعليق تبقى اسهل ولا اصعب؟ اسهل. يعني بيعملها هتزيد ولا مش هتزيد؟ هتزيد. البرميابيلتي هنا هتزيد هتزيد. طب مين يا عم الفن دول الفلستريتد؟ قال لك الفن في الكيمي. الفن في الايه؟ الفن في الكيمي. يعني ايه الفن في الكيمي؟ في الكيمي. كي اي ام كيدني وايه؟ انتستين. كيدني وانتستين هم لهم يعني لهم فايده لان احنا عندنا في الكيدني بنرشح ونكون البول. فلازم عشان تكون البول ما هو البول ده جاي برضه من الدم. عشان تكون البول لازم يبقى الكابيلا دي يعني الفراغات ما بينها واسعه عشان نقدر نعدي كويس. والانتستين انا بمتص الاكل وادخله السيركيوليشن فلازم برده الكابيلا دي ايه؟ تبقى ما بينها فراغات عشان اعرف امتص الايه؟ الاكل كويس. طيب امال السيناسويدال او الديسكونتينوس؟ ها؟ الديس في الايه؟ في الليس. ايه الديس في الليس دي بقى؟ قال لك في مناطق بقى الكابيلاري بتبقى يعني عامله زي الشرب خالص. الفراغات بعيده جدا جدا والبيراميد جريتر. جريتر في البيراميد، اعلى في البيراميد. حلو؟ طب فين يا عم الحاج الحاجات دي؟ الديس في الليس اللي هم مين؟ ليفر ليفر وسبينال وسليما. طب اشمعنى دول؟ اشمعنى دول؟ لان دول الاماكن المناعيه اللي في جسمك ودول اللي لو تفتكر الدم بيخش جوه السبرين وجوه الليفر ويبدا دي اماكن مناعيه وبيحصل فيها قصص كبيره وبنبدا ناخد الرابسيز الميته اللي مش عارف نصنعها والبليت ومش عارف ايه في قصص كده بتحصل جواه فلازم يبقى الكبده اللي فيها تبقى سايبه خالص كده على سيناسويدال او بيس كونتينوس البيس في اللسه والفين في الكن والكونتينوس كار دي بتيجي سؤال ده كرر كذا مره. خلاص؟ لا كده تمام. طيب تعالى بقى على الفينوس في الليمفاتيك. الفينوس في الليمفاتيك. خلاص يا جماعه مش هناخد حاجه. مش هناخد السك يعني هما بس الفينوس في الليمفاتيك. قال لك ايه المميز في الفينوس في الليمفاتيك؟ قال لك في حاجات قال الكابيلاري ايه؟ صح؟ الكابيلا دي يا جماعه قلنا ركز معايا بقى الفيديو شغال يا جماعه بتدي فينز اهي وقلنا في طريق جانبي اسمه ايه؟ ليمفاتيك او ادي ليمفاتيك يا دكتور يبقى في طريق اسمه ليمفاتيك وفي طريق اسمه ايه؟ فينز طب يا دكتور كل دول في الاخر هيودوا لمين؟ هيودوا للقلب اهو كل دول هيودوا للقلب اهو ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الطريق يا جماعه بتاع الدم اللي رايح للقلب عكس الجاذبيه فالموضوع صعب انا طالع القلب انا طالع من رجل الشخص ده وعايز امشي 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 اوصل لمين؟ فلازم في عوامل تساعدني على حاجه اسمها الفينوس ريزيرف نرجع للقلب تاني
القلب زق الدم في الشرايين خلاص. لكن عشان الدم يرجع للقلب في حاجه اسمها فينوس انتريل، حاجه صعبه قوي. الدم عايز يطلع لفوق عكس الجاذبيه. وخلي بالك في حاجه برضو اسمها الليمفاتيك ريتير، لان الدم عايز يطلع في الليمفاتيك عكس مين؟ الجاذبيه. طب مين اللي بيساعد ان الدم يطلع عكس الجاذبيه؟ قال لك حاجه جوه الجدار، حاجه في الجدار، حاجه بره الجدار. ازاي يعني؟ قال لك اول حاجه الجدار ده يا دكتور من جوه بيبقى فينا ايه؟ فالفز. قال لك دي بتخلي اي دم هتزقه لفوق يحاول يرجع، الفالف يقفل. حلو؟ قال لي اول حاجه بتساعدك ان الدم كان يطلع فوق. تاني حاجه قال لك الجدار نفسه اهو فيه سموث ايه؟ مصر. السموث مصر دي يا جماعه تقوم ايه؟ تعمل كونستراكشن خفيف كده فتقوم مطلع الدم فوق عكس الجاذبيه. بس كده؟ لا، في حاجات بره بقى. ايه اللي بره يا عم؟ قال لك مش ده وريد؟ وده ليمفاتيك؟ مش انت نسيت اخوهم الكبير؟ مين اخوهم الكبير؟ ساعات بيبقى في شرايين معديه جنبهم ارتر او ارتريوم. طب والارتر ده ليه بالسيشن؟ طيب ما هو البالسيشن ده بيزق هنا على الفين او يزق على مين؟ على الليمفاتيك. فكل ما الارتري يضخ الدم يقوم زائق الفين يقوم مطلع الدم. قال لي تالت عام بس كده؟ لا، قال لك ما كل دول اصلا ممكن يكونوا معديين جوه عضلات. يعني كل دول ممكن يكونوا جوه ايه؟ عضلات. قال لك بس عضله بقى المره دي سكيليتال ماسل. والسكيليتال ماسل دي هنعرف بعد كده ان فيها تون، فيها اصلا كونتراكشن خفيف. والكونتراكشن او التون اللي جوه العضلات ده لوحده كفيل ان هو يزق الدم فين؟ في الفينس والليمفاتيك. يبقى كام عامل دلوقتي؟ فالف جوه، سموث ماسل في الجدار، حاجتين من بره، يا اما ارتري يا اما سكيليتال ماسل زقينه. حتى بيقولوا على السكيليتال ماسل اللي بالمره دي ماسكولار بام. ماسكولار بام. يبقى ايه ماسكولار بام؟ ماسكولار بام السكيليتال ماسل كونتراكشن. يعني تخيل ادي عضله ايه؟ بيقولوا على دي يا جماعه، بيقولوا على الكف ماسل دي اتس ابريفرال بام اوف ذا هارت. يعني شبه الهارت كده بس في الجسم، ده البريفرال بامب، لان القلب هو الايه؟ البامب الاساسيه. طيب بيقولوا على دي بريفرال بامب، انت عارف لما بيقولوا عليها البريفرال بامب او ماسكولار بامب؟ عشان بتقوم زقه الدم في الفينس تقوم مطلعاه في ايه؟ لفوق عكس الجاذبيه، يعني بتساعد في الفينس ايه؟ الترم. يبقى كام حاجه دلوقتي ساعدت في الفينس الترم؟ فالفس، سموث ماسل، سكيلتال ماسل حواليها، وارتريال ماسل. هل الكلام ده يا جماعه بيساعد الفينس بس ولا بيساعد الفين والليمفاتيك؟ يبقى لما اجي اقول لك انيوميتر بقى كوزز بيساعدوا في الليمفاتيك ريتير، او انيوميتر بقى كوزز يساعدوا في الفينس ريتير، هم ايه؟ هم دول، هم دول. ناقص لك حاجه، في حاجه بقى قاعده فوق عرب تشدهم كده. مين بقى؟ النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر اللي هنا قاعده تبدلس لهم فوق، تقول لهم تعالوا يا حبايبي تعالوا فوق. في حاجه فوق قاعده تشدهم من تحت اللي هي النيجاتيف. مين؟ انت النيجاتيفيتي بتاع السوركس نفسها. فتقول لهم تعالى تعالى انا نيجاتيف تعالى. فدي برضو حاجه بت ايه؟ خامس حاجه بتشدهم ليه؟ لفوق. يبقى ده ثابت في كله. يبقى اللي بيساعد الفينوس نتير هو اللي بيساعد مين؟ لكن الفينوس نتير هنزود عليه عامل مش موجود فين؟ في اللي فاتت نتير. اللي هو مين بقى؟ الكاردياك سكشن. ايه الكاردياك سكشن دي؟ الفينوس نتير هنزود عليه عامل مش فين؟ قال لك يا دكتور القلب نفسه. القلب بيشفط زي الانترا ثوراسيك كده. ازاي؟ قال لك في حاجه اسمها فينتريكولار سكشن. دي تعمل ايه يا دكتور؟ بص كده. قال لك في مرحله الرابيد فيلنج. ايه الرابيد فيلنج دي؟ الدم كان جاي من الاتريوم لمين؟ اسمها رابيد فيلنج. مالها دي يا دكتور؟ تقوم شافطه الدم منين؟ من الاتريوم. فيقوم الاتريوم البريشر فيه قل قوي، فيقوم هو كمان شفط الدم منين؟ من الفين. فدي بيقولوا عليها فينتريكولار سكشن. الفينتريكل شفط من الاتريوم، قام الاتريوم شفط من الفينز، فالفينز قامت ايه؟ مزودة الفينس بتاعها. هل الكلام ده يحصل في الليمفاتيك؟ لا، هو خاص بالايه؟ بالفينز. يعني لو انا عايز اعمل انتوا عايزين تمام؟ لو انت عايز تقول كده يا دكتور قول لي
الحاجات اللي بتساعد الفيروس ريتير او الليمفاتيك ريتير او جنب بعض كده هم هم فالفس هنا وفالفس هنا سموث ماسل في الجدار هنا وسموث ماسل في الجدار هنا سكيلتال حوالين الجدار هنا وسكيلتال حوالين الجدار هنا اللي اسمها ماسكولار ايه بامب ارتيريال بالسيشن هنا وارتيريال بالسيشن ايه وحاجه بتبسلهم من فوق نيجاتيف هنا انتراثوراسك وهنا ايه هيختلفوا بس مع بعض في اخر نقطه الفينوس ريتير هنزود عليه حاجه اسمها كاردياك سكشن والكاردياك سكشن دي يا جماعه حاجتين يا اما اتريال يا اما ايه فينتريكو فهمنا الفينتريكو اللي هي ايه ادي القلب يا دكتور او الفينتريكل يجي يجمع الدم من هنا في مرحله مين الرابت فيلينج فيشفط الدم فيقوم الاتريوم فوق شفط هو كمان منين من الفيز او دي اسمها الايه دي اسمها الفينتريكولار سكشن طب ما ايه الاتريال سكشن ها الاتريال سكشن بقى عشان اصلا تشوف الاتريوم هيشفط ازاي لازم تقفل الباب هاي ليه لان لو فتحت الباب الفينتريكل هيشفط مش الاتريوم صح يبقى عشان اصلا ادرس الاتريوم بيشفط ازاي لازم الفالف ده يبقى ايه لاني لو فتح هيبقى كده ولو بقى كده بقى اسمه ايه يبقى انا عايز مرحله اقفل فيها الفالف والاتريوم يشفط الدم ايه المرحله دي قال لك في مرحله كان الفنتريكل بيعمل سيستول اسمها ايه المرحله دي اسمها برضو رابت اسمها رابت دي كانت اسمها رابت فيلينج دي اسمها رابت ايه ايجيبشن كان ساعتها الفنتريكل بيضخ الدم هنا وهو بيضخ الدم وبيكونتراكت كان الفالف ده لو رجعت للكارديو يعني اللي هو خلاص بقى انقضى ميتة تمام الفالف ده بينزل لتحت كده اسمها بول داون خلاص لما بينزل لتحت هنا يا جماعه الاتريوم ده يعمل ايه لما ينزل لتحت حجمه زاد ولما حجمه زاد يعني البريشر جواه ايه ولما البريشر يقل يقوم شفط مين؟ يبقى المرة دي بقى مين شفط الدم؟ الاتريوم. يبقى الفنتريكولار لما الفالف مفتوح في الرابت فيلينج. الاتريوم لما الفالف مقفول في الرابت ايه؟ فهمتها؟ ادي العوامل اللي بتساعد على الفينوس ريتير هنا وبتساعد على الليمفاتيك ريتير. ناقص لك ايه بقى؟ ايه؟ دي بس حاجتين في الليمفاتيك هنزودهم وفي الليمفاتيك الليمفاتيك يا جماعه كلنا عارفين انها بتجمع الفلويد منين الزايده الاكسترا فلويد اللي هي زايده فين الفينز ما قدرش يشيلها قال لك هي لها فوائد ثانيه غير تجميع الفلويد دي فانكشن بقى غير انها بتجمع اف في كمان اف وفي 2 بي كمان ايه الاف الثانيه قال لك بتشيل الفات الليمفاتيك يا جماعه بتبقى مليانه دهون حتى الليمفاتيك لونها ابيض مش زي لو عاده ميه لو عاده ميه لو قطعتها بتطلع دم لونه احمر الليمفاتيك لو قطعتها بتطلع دم لونه كريمي لونه ابيض ليه؟ لان مليانه مين؟ دهون طب وهي بتجيب دهون منين؟ قال لك من الانتستين الانتستين يا جماعه بتبقى مليانه ليمفاتيك والليمفاتيك دي بتساعدها انها تهضم الفات وتاخد الفات توديها مين؟ السكريشن يعني مين اللي بيهضم الفات؟ مين بيساعدك في هضم الفات؟ حلو؟ الليمفاتيك. الليمفاتيك يا جماعه بتبقى مشهوره جدا في الجاي تي تشفط لك الدهون وتمتص الدهون، يبقى بتساعد كمان على امتصاص الدهون، وده اللي بيخلي الليمفاتيك لونها ابيض. حلو؟ يبقى يا جماعه الليمفاتيك لونها ابيض عشان فيها فات كتير. طيب دكتور ايه الميديا يا دكتور؟ قال لك الليمفاتيك وهي بتشيل الفلويد ساعات في بلازما بروتين بيبقوا وقعوا. فتكون واخده معايا بلازما بروتين. ايه ده يا دكتور فهمني كده؟ مش احنا قلنا يا جماعه ان البلازما بروتين بيبقوا موجودين جوه مين؟ كابيلاري. طب افرض شويه بلازما بروتين وقعوا في التيشو. ما يعرفوش يرجعوا الكابيلاري تاني لان البلازما بروتين كبير. ما تعرفش ترجع الكابيلاري تاني. طب الحل ايه يا دكتور؟ طب انا عايز ارجعها الكابيلاري. قال لك مشيها مع الليمفاتيك وفي الاخر الليمفاتيك بقى تقوم صدمهم في ايه؟ في السيركيوليشن. يعني لو وقع بلازما بروتين في التيشو وده مش كومن بيحصل بس لو وقع ها تقوم البلازما بروتين دي راجعه عن طريق الليمفاتيك
هو ليه دكتور الليمفاتيك تشيل البلازما بروتين وفات؟ لان دول حجمهم كبير ما يعدوش جوه مين؟ السيركيوليشن. فالطريق الوحيد اللي يستحمله طريق مين؟ الليمفاتيك. طيب الحاجه الرابعه ايه يا دكتور؟ البكتيريا. البكتيريا دي بقى مش لسه قايلين دلوقتي الفلاريا سدت الليمفاتيك؟ طب وايه اللي دخل الفلاريا الليمفاتيك؟ ها احسن طريق الليمفاتيك ده يا جماعه بيبقى مليان عقد ليمفاويه، والعقد الليمفاويه دي قلت لك بيبقى فيها وايت بلاد سيلز كتير وحاجات مناعيه كتير بتهاجم اي جسم غريب يخشلها زي البكتيريا. فطريق الليمفاتيك ده يا جماعه طريق مناعي بيحاول يهاجم اي بكتيريا تخش ايه جواه. يبقى دي رابع وظيفه مين؟ الليمفاتيك. 2 اف و2 بي. طيب ايه اللي انا عايز اعرفه من فيروس الدم زياده؟ قال لك بقول لك ايه؟ في مرض اسمه فاريكوز فين اللي هو دوالي الساقين، مشهور قوي، مشهور في الستات، في الحلاقين، في الاساتذه، في الدكاتره. حلو؟ يعني تخيل انت دكتور وحلاق واستاذ وكل حاجه، يجي لك دوالي الساقين. ايه بقى دوالي الساقين؟ شوف كده المنظر رخم كده، تلاقي الاورده بتاع الرجلين واضحه قوي كده عامله زي الخراطيم. Dilated tortuous veins of the lower limb. Dilated and tortuous and elongated veins of the mean. Lower limb. مالهم دول بقى يا دكتور؟ ايه اللي بيخلي الاورده بتاع الساقين يكبروا كده؟ ادي الساق اهي. وادي الوريد اهو. ايه اللي بيخلي الوريد ده يكبر 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 ويبقى elongated وtortuous كده؟ حلو؟ ايه يا جماعه؟ ايه التفسير؟ يعني لو قال لك اكسدين الفاريكوز بين، ليه الفاريكوز بين بيعمل دايليتد وتورشوس بين؟ تقول له ايه؟ قال لك الناس دي يا جماعه بيبقى عندها مشكله. الناس دي غالبا بيبقى عندها عيب في الفالفز اللي جوه الفينز. ده اول مشكله. يعني الفالف اللي جوه الفين ده ايه؟ باظ. يبقى اول سبب عندهم ان الفالفز ايه؟ بايظ. واللي بيساعد ان الفالفز تبوظ اكتر كتر الوقفه، ده الريسك فاكتور من تحت. كتر اللونج ستاندنج اللي بيقفوا فترات طويله، عشان كده تلاقي دايما الحلاق تحصل له المشكله دي، بتاع الفلوس بتاع يحصل له مشكله، الاستاذ اللي بيعمل يشرح ليه؟ لانه على طول واقف. طب ايه المشكله انه على طول واقف؟ ايه المشكله انه على طول واقف يعني؟ ان على طول الدم بيحارب عشان يطلع ايه؟ فوق. فالدم غصب عنه بعد ما الفالف تبوظ ها يجي يطلع ما يعرفش فيقوم واقف، يطلع ما يعرفش يقوم واقف، ولو طلع شويه الفالف بايظه يرجع تاني. صح؟ فتلاقي الفالفز دي دلوقتي باظت، في نفس الوقت الفين نفسه مع اللونج ستاندنج باظ وما بقاش الدم عارف يطلع فوق على القلب. فالدم بيحصل له حاجه اسمها ستاجنيشن جوه الفينس سيستم، يتنيه رائد جوه الفينس سيستم. طب لما يتنيه رائد جوه الفينس سيستم ده يا دكتور ها يبدا البين يكبر ويضيق ويبقى تورشس ويديك شكل دوالي الساقين اللي احنا بنشوفها. مش بس كده، ده شويه بشويه الهيكروستات البريشر يزيد كده. ايه اللي جاب لك الهيكروستات البريشر في الموضوع؟ مش انت يا دكتور خليك هنا ده تورشس حلو وابتدى الدم يتجمع هنا؟ ما هو لما الدم يتجمع هنا هيتديه جوه برضه مين؟ مش هيعرف يتحرك بقى. نفس فكرة القلب لما كان تعبان، هو القلب لما كان تعبان ما عرفش ياخد الدم من البين، فالبين ما عرفش تاخده منين؟ من الكبله. طب في الفاريكوز مين؟ الدم بيتجمع هنا، فلما الدم يتجمع هنا الكبله ما تعرفش تديله مين؟ الدم، فيظل الكبله البريشر هنا عالي، طالما البينز بريشر عالي الكبله البريشر اللي تحت ايه؟ يعني لما الكبله البريشر يعلى تبدا الكبله تسرب ويعمل ايه؟ إديمة. تبدا الكبيره تتسرب وتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ سمكه. تمام؟ تبدا الكبيره تتسرب وتعمل ايه؟ ايدين. هو ده سبب مين؟ الفاريكوز مين؟ اخر حاجه الاسئله بقى. السؤال يا جماعه الاولاني بيقول لك ذا كونتينوس كابيلاري وول از بريزنت ان، قلنا سي ان اس اللي هي رقم دي. The following increase capillary fragility except دي احنا خدناها في العمل. فيتامين سي، فازو موشن، ثرومبوسيتوبينيا، الرجيك اولد ايج. ارجع للعمل كان اي بي سي دي اي هتلاقي الفازو موشن هي اللي مش تبعها. الفازو موشن دي مش تبعها. Which of the following structure of capillary
found in liver and spleen unless في الايه في الديس يبقى discontinuous يبقى الدور على discontinuous ما لقيتش discontinuous sinusoidal اللي هي رقم سي اللي هي رقم سي spreading flare trigger response occur due to الفلير ها اللي خدها برضه في العمل ها كان arteriolar ايه dilatation فلير ما هو مفيش هنا لوكال اجلولار هي مفيش غير ارتريولار دايلاتيشن اللوكال اجلولار ريفلكس ده بيرجع يعمل ارتريولار دايلاتيشن ما هو مفيش كلمه لوكال اجلولار ريفلكس حلو اللوكال اجلولار ريفلكس بيعمل دايلاتيشن في الاخر لا دي ريفلكس اكشن السنتر ده مش ده ملوش علاقه لان اللوكال اجلولار ريفلكس ده يا جماعه ما بيوصلش المخ اصلا ده بيحصل على مستوى الجلد من بره فما ينفعش الاخيره دي اللي هي ريفلكس وفي سنترال نيرف سيستم غلط لانه ما بيوصلش المخ يبقى الاجابه الايه ارتريولار دايلاتيشن لان اللوكال اجزول ريفلكس ده بيعمل ارتريول دايلاتيشن حلو ارجعوا للعملي بس هتلاقيني شارحها في العملي اللي هو الحته بتاع التريبل ريسبونس والحته بتاع الكابيلا ريفلجنس لارج ليفت انسوليبل مولكيولز ار ترانسبورتد اكروس كابيلا ميمبرين باي فيزيكال ترانسبورت لما قلت لكم الحاجه الكبيره اللي ما نعرفش نعديها لا ديفيوجن ولا بلك نسحبها بالايه بالفيزيكولار ترانسبورت زي اي حته وات از ذا كوز اوف فينس ستين تو ذا هارت بامبنج اكشن اوف ذا هارت ولا سكواتشنج اكشن اوف ماسل اند فالفز ان ذا بين ولا ريزميك ماسكول ستريكشن اند فالفز ان ذا بين ولا جرافيتي اند فالفز اند نيجاتيف بريشر جينيريتد باي اتريال بامبنج ولا ايه ودي هل البامبنج اكشن اوف ذا هارت تفرق معايا في فينس ستين لا يبقى غلط طيب هل رقم دي اللي هي فيها كرافيتي دي تفرق معايا غلط يبقى هي يا بي ايه سي اللي هي تبقى رقم ايه بي اللي هي سكواتشنج باز كونستريكشن دخل بس سكواتشنج باز كونستريكشن وفالفس في البيز طب بس سيبيها دلوقتي ما بتناقش فيها بعد ليمف فلو اجينست افكت اوف جرافيتي از هيلبد باي ذا فولوينج اكسبت ها ليمف فلو هل رسم الكونتراكشن في سموث ماسل ان ذا وول اوف ذا بين دي صح نيجاتيف انتر سلوس بيس صح بالسيشن صح ابسنس اوف بيزمنت ميمبرين ولا كونتراكشن اوف سكيلتال ماسل سراوند الاخيره صح ليه ابسنس اوف بيزمنت ميمبرين دي غلط ليست فور ميكانيزم هيلب الليمفاتيك درينج هتقول له اربعه من اللي احنا قلناه كوز اوف ايديما انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت هل ريديوس كونسنتريشن اوف بلازما بروتين ها صح ولا انكريز بالميابيلتي صح ولا انكريز فينوس بريشر صح بتعمل اديما اوبستراكشن اوف ليمفاتيك صح فازو كونستريكشن ها غلط فازو كونستريكشن ده قصده بيها ان يعمل ارتريولر ايه هو ما حددليش ارتري ولا ايه بي بقى الوحيده اللي ينفع غلط الاخير اخر حاجه ليه فينوس ريتيرن از هاير ان انسبيريشن ايوه لو قلنا بيزود الانترا ثوراسيك بريشر نيجاتيفيتي وده بيعمل ايه احنا شرحناها في العمل برضه تفسيرها مكتوب في مذكره العمل خلاص لو حد عايز يسال بقى